فطبعا اللي بياخد اللب العملي ليبل، هيطلع بعد كده اشعه الامتحان الباثولوجي ده تجميع سباره على تجميع فارما على مش عارف ايه، لا تخضعوا للاشاعات عشان خاطر قال انتوا يعني فاتحين قوي عشان احنا نغلس عليكم. انت يا دكتور عداله سوق دوسه واحده اكشن النهارده هنكمل الجيمين جينيتال سيستم. دوسه واحده جامده لحد ما ترينك دي سايد دوسه على سايد دوسه سايد دوسه بس كمان جامده جامده اكشن. الى كتره الوقت اللي احنا فيه دوت هو وقت الاشاعات الصوت فاكشوالي هيطلع اشاعات للصبح بالنسبه للفيميل جينيتال سيستم. ان شاء الله النهارده هنخلصه وبعد كده هنخش في البريست باثولوجي بالنسبه للفيميل جينيتال سيستم. النوبه اللي فاتت كنا خلصنا الكلاسيفيكيشن اوف اوفيريان تيومر عشان خاطر نركز كلاسيفيكيشن اوف اوفيريان تيومر في كاتيجوري ايه يا جماعه الصوت الكلاسيفيكيشن اوف اوفيريان تيومر كاتيجوري ايه؟ انت يا دكتور عداله شو يا بفليك اكشولي كلاسيفيكيشن هو حضرتك طالع كلاسيفيكيشن اوف اوفيريان تيومر كاتيجوري ايه؟ الاسماء دي كاتيجوري ايه؟ لكن الاوفيريان تيومر عندكم فيهم الكاتيجوري ايه كلهم ثلاث مواضيع. اكشولي ده شو؟ اكشولي دي شغال شغال الاوفيريان تيومر عاوز افرجكم على فيديو كده يوضح لكم الاوفيريان تيومر اوضح فيها الكلمتين اللي انا عاوز اتكلم عليهم يا رب تشتغل. اللي حد ما طلع هو خير دي كده بس الاوفيريان تيومر الفيديو بس اشتغل الاوفيريان تيومر الكلاسيفيكيشن بتاعتها كاتيجوري ايه؟ ايه كلاسيفيكيشن؟ سيرفيس ايبيثيليال جيرم تيل. معظم الاوفيريان تيومر طالعه من جيرم ولا من نون جيرم؟ من سيرفيس ايبيثيليال تيومر. بصوا بقى معايا اكشن الفيديو اللي قدامكم ده هيبين لكم اللي انا اقصده. اللي قدامكم ده الفيميل جينيتال سيستم. ادي ده اليوترس وادي دول الاوفري. اما نكبر ونزوم على الاوفري هنزوم دلوقتي. الاوفري فيه كبسول من بره اسمه سيرفيس ايبيثيليوم ومن جوه هنا في جريتيال فوركن شايفينها وهي بتوبيريت ازاي؟ ونزيد اسمها جرانيولوزا تاني. معظم التيومرز في الاوفري ما بتطلعش من الجيرم بتطلع من السيرفيس ايبيثيليوم اللي له القدره ان هو يقلد نوع اي نوع ايبيثيليوم انسايد الفيميل بلدر فاكشولي يقلد اي حاجه ويبدا يعمل لنا اوفيريان تيومر. اشهر نوع من انواع الاوفيريان تيومر هي السيرفيس ايبيثيليوم اللي اكشولي اللي منهم حاجه واحده بس كاتيجوري ايه اللي هو الجدول ده برضه اشاعه الزباله طلعت. انا ليا ورق عامله من 8 سنين اول ما كنت بشتغل بابليك كنت عامل السيستميك باثولوجي ده في 26 صفحه 26 ورقه A3 كنت عامل فيهم التيومرز مع بعض والانفلاميشن مع بعض والورق ده هو فوجئت اني لقيت بعض الناس بيعيدوا صباعته في ناس من الطلبه بيشيلوه والطلبه دول بيقولوا طيب زي الدكتوره بتقولي فين الورق ده؟ لو الورق ده انا عامله من 8 سنين اكشولي ليه انا وقفته وانا غاوي تعب يعني واعمل مذكره كل سنه؟ زمان امتحان الباثولوجي كان عليه النظري 100 درجه وكان بيجي الامتحان اسي يعني ولا كي ولا ام سي كيو ولا اي ليرنينج ولا ايفيدنس بيس ولا الكلام ده خالص. فانا كنت كاتب مذكره بحيث انك لو حفظت الجداول دي تلاقيها على شكل استنباط يجيب 100 من 100 بسهوله. لكن انتوا امتحانكم دلوقتي اسي؟ لا لا اكشولي الام سي كيو فيه هي عباره عن ثلث الدرجه. عشان كده يا دكاتره الامتحان ده هو عشان كده احط هدول دلتوا وده اللي قريب خليته بيشيلوها معلش
الدر بالنص يا اولاد بالنص. اي حلويات اخدها كلها. ده فيها بلاوي يا براميل. اكشر يا دكاترة اوعوا مصيبة سودة. تعيدوا اكتشاف ورق انا بطلته من 6 سنين. يعني الورق ده ملوش قيمة دلوقتي. الامتحان في بيبر 1 وبيبر 2 ما ينفعش. يا انا لك الدكتور فتر بيخبى علينا الورق. يا نهار اسود بيخبى عليك الورق اللي هو بالعرض ده. اكشوال الورق ده ملوش قيمة دلوقتي في الامتحان. عشان بس اهم من انتوا تذاكروا تعرفوا تذاكروا ايه. في معلومة خلصت. الاوفيريان تيومر اللي مهم عندنا الابيثيليال. واهم حاجة في الابيثيليال 2 السيرس والميوسيس. ركزوا معايا وده دليل على الكلام الورق. اكشوالي اكتبوا على السيرس والميوسيس كاتيجوري ايه. نظري وجار وبراكتيكال كلاس ايه ان كي. وهينزل لكم في الامتحان لو نزل هينزل على شكل كومباريزون كومبيرنت كونتراست بتوين سيرس سيستا دينوما اند ميوتينس سيستا دينوما. عشان كده لازم انا ما جيت اكتب كتبت على شكل الاسئله الجديد. اكشولي تعالوا نالفه لو فهمتوا ليه عمركم ما هتنسوهم. اكشولي الاثنين طالعين من السيرفس ايبيثيليا. لان السيرفس ايبيثيليا بتاع الاوفري يقدر يقلد اي نوع ايبيثيليم انسايد الفيميل بيلفس. فلو قلد الفالوبيان تيوب هيعمل سيرس سيستا دينوما. ولو قلد السيرفكس هيعمل ميوسينس سيستا دينوما. هبدا باول مقارنه. مين كومن؟ مين مور كومن؟ السيرس ولا الميوسينس؟ السيرس هو الموست كومن. ليه؟ ايه هي كده؟ ده مش هي كده. هو اكشولي الاثنين طالعين منين؟ السيرفس ايبيثيليم بتاع الاوفري. اكشوال يا دكاتره السيرفس ايبيثيليم بتاع الاوفري قبل ما يتحول لحاجه هو سيرس ولا ميوسينس؟ سيرس. فبالتالي الاسهل عليه يتحول لسيرس ولا ميوسينس؟ يبقى مين الكومن؟ سيرس. لان السيرس ايبيثيليم هو اساسا الايبيثيليم بتاع الاوفري. فبالتالي هو الكومن والريت بتاع التكاثر فيه بيبقى سريع. نعيد تاني. مين المور كومن؟ سيرس. ايه الليس كومن؟ ميوزن. وعرفت التفسير؟ طب نقارن بحاجه ثانيه. مين اللي كومنلي يبقى باي لاترال يعني ياخد بوث اوفري؟ سيرس. لكن مين اللي مور كومنلي يوني لاترال؟ ميوزن. ليه؟ هو اكشولي مين اللي مور كومن؟ فبالتالي مين اللي ياخد بوث اوفري؟ سيرس. طيب نكمل. من حيث الماكرو وعاوزكم تفهموها كويس قوي. الاثنين ممكن يوصلوا احجام كبيره. لكن مين اللي يبقى اكبر؟ دايما كبير. السيرس ولا الميوسينس؟ الميوسينس. ليه؟ هو السيرس انت مو سيرس. لان بيتكريت سيرس فلويد ميه زي ما الفالوبيان تيوب بيتكريت ميه. اكشولي لما يتكون سيرس حويطله مليانه ميه الميه ينفع يحصل لها ري ابزوربشن. لكن لو سكريت ميوكس الميوسين جيلاتين هل لو سكريت ملي ملي ينفع يمتص في الدم؟ عشان كده ملي دايما يبقى كبير ويوصل هيوج سايز ويعمل ابدومينال ديستنكشن. الميوسينس تعملها ليه؟ تقول ري ابزوربشن سكريشن وبس. لكن سكريشن وري ابزوربشن. وعشان كده في النص الاولاني قلت لكم المعلومه ديت. قلت لكم ان اكبر ميوسينس سيستا دينوما شافوها في الباثولوجي اكشولي كان بيوصل حجمها 136 كيلو. واكشولي شفت في الفرنساوي كام؟ 103 كيلو. ساعتها كنت بقول لكم ما بيشيلوش التيومر من الست ده بيقشروا الست من على التيومر. طيب كل كلمه مفروض تعرفوها ليه؟ هحكي لكم قصه الست دي مره ثانيه بس بعد ما اخلص. اكشولي بيعنينا برضو علقنا على السايد. النقطه الثانيه هنعلق عليها بيعنينا الوول. الاثنين لهم وول. وول اوف ذا سيست. مين الوول بتاعها يبقى سن ومين الوول بتاعها يبقى ثيك فايبروز؟ السيرس سن لكن الميوسيرس ثيك فايبروز. ليه؟ لان السيرس ميه ميه بس لكن الميوسيرس بروتين والبروتين فورين
يعني ينفع يكسايت كرونيك انفلاماتوري رياكشن يهيل باي فايبروزس. عشان كده مين الول بتاعها سن فير مين سيك ميوتي. اهم من ده كله بقى اكشلي بصوا على الصوره ديت اللي قدامنا ديت فيرس الستادينوس. طب عرفت ازاي؟ لان دي الطريقه اللي بتعرفوها في جارات المدح. عندكم جارين في المدح فيرس الستادينوما وميوتي الستادينوما. الواد يقول له تعرف تفرق ما بينهم ازاي؟ اكشلي يقول لك نفرق ما بينهم اللي هنلاقي جواها ميه يبقى اسمها فيرس، واللي نلاقي جواها ميوسين يبقى اسمها ميوسين. ده كلام تهريج، لان ولا واحده منهم جواها ميه ولا واحده جواها ميوسين، لان اكشلي احنا بنفتحها ونفتلها تحت الحنفيه ونحطها لك في جار. فالتفرقه مش باللي جواها ايه، امال بنعرفها ازاي؟ بنعرفها مش بالوول، بنعرفها بالكافيتي. السيرس بتبقى سنجل تيول، يعني سنجل تيول يعني الكافيتي بتاعتها بق واحد، لكن دي بق واحد فتبقى سيرس من غير ما اشوف ميه ولا حاجه. لكن الميوتينس اهي، بص الميوتينس الكافيتي بتاعتها متقسمه بستة انتو مالتيبل تيول، ما بنعرفهاش بجواها ايه، لان اكشلي عندنا احنا غسلينها ما بنعرفهاش بالكونتنت. اللي لها سنجل كيول سيرة، لكن اللي لها مالتيبل مالتي لوكيلر ميوتيلر. اليوني لوكيلر سيرة، المالتي لوكيلر ميوتيلر. ده اي صعوبة؟ طيب كل الكلام جه منين؟ هو ده الباثولوجي. نكمل اكشلي هقول لكم سر اي باثولوجيست في الاوفيريان تيومر دلوقتي. يجي واحد صاحبي بتاع نس اخت شغاله نس، تيجي تقول لي انا عندي حاله اوفيريان تيوب، اقول لها عينيا، تقول لي عاوزك تعمل لها فروزن. تعرف يعني فروزن؟ فروزن لان هو لو كان بلاين هتشيل بس الاوفري، لو مالجنان ده الاوفيريان كانسر دي من اوسخ حاجه في الدنيا، هتشيل العفشه كلها الاوفري بوث اوفري بوث تيوب يوترس فاجينا سيرفكس، وهتشيل كمان الجريتر اومنت. فتقول لي انا عاوزاك تجي تعمل لي فروزن. عارفين يعني فروزن؟ تجيب لي حته وانا جوه اوضه العمليات ابردها بالكرايستات وابص عليها تحت الميكروسكوب. اقول لها تفتح العينه الساعه كام؟ تقول لي 9. اقول لها توصلي للاوفر الساعه كام؟ تقول لي 9:30. اقول لها طب انا هجي لك 9:30. اكشولي واروح داخل من غير ما اتعقد، واروح ماسك ايديا حاططها ورا ظهري، اقول لها فين الاوفري؟ تقول لي اهو. اقول لها طب امسكي بايديكي ووريني شكل السيستم. لو لقيت السيست سيرس اعرف ان هي سيرس يوني لوكيلر. لو لقيت ما فيهاش بابيلي او لو فيها بابيلي اون ذا سيرفيس يعني في الكافيتي يعني من جوه، هروح قايل لها دي بناين، شيل السيست بس. لكن لو لقيت بابيلايه واحده في السيرس طالعه لبره هقول لها دي مش سيرس استادينوما، دي سيرس استادينوما كارسينوما. ساعتها هتعمل ايه؟ هتشد في شعرها تقول لي نعم ازاي؟ مش هتبص تحت الميكروسكوب؟ اقول لها بص ان شاء الله بعد ما تشيل العفش. تقول لي اشيل العفش ازاي؟ يعني انت قلت دي مالجنت بعينيك؟ اقول لها اه. تقول لي طيب لو طلعت بناين بعد كده بصيت على الميكروسكوب هرجع لها الحاجات دي ازاي؟ اقول لها مش هترجعيها. تقول لي ازاي؟ اقول لها لان عينيا ضغط الميكروسكوب. تقول لي ازاي؟ عاوز افسرها لكم ازاي؟ فشلت مع بتوع النساء افهمه من الحكايه دي. حبيت انا افهمها لكم. اللي قدامكم ده سيرس ولا ميوتينس؟ سنجل كافيتي سيرس. حد شايف اي بابيل اللي طالعه بره؟ لا، يبقى دي سيرس استادينوما. هنا ده سيرس ولا ميوتينس؟ البابيل موجوده فين؟ جوه. يبقى ده بينار ولا مالجنان؟ بينار. اللي قدامكم ده مفتوح وكافيتي واحده سيرس اكشولي في باب اللاية بره، يبقى دي ادينوما ولا ادينوكارسينوما؟ ادينوكارسينوما. اكشولي اللي قدامكم ده سيرس كارسينوما ولا ادينوما؟ يبقى كارسينوما على طول. طب اللي قدامكم ده سيرس كارسينوما ولا ادينوما؟ كارسينوما برضه. ليه بقى؟
لان الميوسينس لو لقيت فيها بابلايا واحده بره او جوه يبقى على طول كارسينوما. اكشلي بيعنينا ليه؟ بيعنينا لان ممكن لو اعتمدت على الجراح بتاع النساء ولا ما اعتمدش على حد، اعتمد على عينيا وايديا، اكشلي يروح واخد لك البايوبسي منين؟ بصوا يروح واخد لك البايوبسي من الحته دي، هتيجي تحطها تحت الميكروسكوب هتلاقي الخلايا لان هو ما يعرفش بياخد منين. اكشلي العين اهم، لان لو ديتكت بابلايه واحده بره بعينيا احلف عليها ان هي كارسينوما، واكشلي يطلع كلامي صح وهاخد تحت الميكروسكوب فور كونفرميشن تاكيد، لكن اكشلي هخليه يعمل عمليه وانا عمال ابص عليها او عمال اقطعها عليها. حد فاهم حاجه؟ ودي اهم حته في الماكرو. اكشلي نكمل، يبقى اتكلمنا على السايد، اتكلمنا على الوول، اتكلمنا على الكافيتي، اتكلمنا على البابيلي. لو لقيت واحده بره في سيرس يبقى ادينوكارسينوما، لو جوه عادي بابيلري سيرس ادينوما، لكن واحده بره او جوه بابيلي في ميوسينس يبقى ادينوكارسينوما. في الكتاب عندكم بتفكروا عطاها من النص يقول لك انكومن، لا مش انكومن، ده لو لقيت واحده ما تبقاش ادينوما على طول. ايه كمان؟ عاوز تركزوا فيها عشان خاطر اكشلي تحت الميكروسكوب بي او دي عباره عن سيستور لاين بيبيثيليوم. مين في الخلايا هتبقى كيوبوجن او كولامنر سيلييتد سيرس سكريتنج؟ طب ليه بتبقى سيلييتد؟ بتقلد الفالوبيان تيوب، لان الفالوبيان تيوب بيبقى سيلييت. طب وليه الفالوبيان تيوب سيلييتد؟ عشان يمشي الاوفر. طب ليه سيرس سكريتنج؟ يعني الفالوبيان تيوب بيبقى سيرس سكريتنج. طب وليه ربنا خلقه سيرس سكريتنج؟ لان اكشولي عشان يزيد تمشيه الاوفر، لان الميوكس كان هيخليها تلزق. لكن مين فيهم هنلاقيها كولومنر نون سيليدنج ميوسين سكريدنج؟ الميوسين. طب ليه؟ لان بيقلد السيرفكس، والسيرفكس الخلايا تحت نون سيليدنج ميوسين سكريدنج. اكشلي مين اللي هنلاقي فيه بابيلي؟ طبيعي السيرة هنلاقيها كور فايبرو باسلر كفر باي سيرة سيلز اللي هي يعني سيليدنج سيرة سكريدنج سيلز. لكن مين اللي ما نلاقيش فيها بابيلي؟ ميوسينس. لا لو لقينا بابيلي تبقى ادينوكارسينوما. في صعوبه؟ اكشوال الدكاتره الباثولوجي فين؟ ما يتحفظش، لان بيلعبوشكوا بقى في الام سي كيو للصبح. يقول لك كوميدي الميوسينس يوري لوكيلا، صح ولا غلط؟ قصدي كوميدي الميوسينس بتبقى باي لاترال، كوميدي السيرس بتبقى يوري لوكيلا. مفهومه دي ليه؟ طب نكمل. اكشولي كومبليكيشن سواء دي او دي، ودي كومبليكيشن لاي اوفيريان تيست. الكومبليكيشن اوف اوفيريان تيست سيرس او ميوسينس او اي اوفيريان تيست لو حليت السؤال بخمس درجات، خمس سطور بخمس درجات. لان الاوفيريان تيست البناين تموت، البناين تموت، وده الكلاسيك سيناريو. اول كومبليكيشن، اول كومبليكيشن از تورش. يعني ايه تورش؟ اكشوالي يا دكاتره الاوفيريان تيومر بالستك بتوصل احجام كبيره، فبالتالي يبقى لها بيديكل. تعرف يعني بيديكل؟ اكشوالي حاجه بتغذيها ارض وبي، وده الكلاسيك سيناريو. بتبقى سن متوسط العمر ميدل ايج، وول اوف ذا سادن عندها اوفيريان تيست مش حاسه بيها اسيمتوماتيك، واكشولي طالعه تجري ورا اتوبيس. هو ده الكلاس السيناريو اللي بنشوفه، وهي عماله تجري تجري بسرعه. اكشولي ممكن السيست دي تجد تروح لقفله، يحصل تورش. مين هيتقفل الاول؟ الارض ولا البيت؟ ده البريشر دي ضعيف، هو اللي هيتقفل الاول، والارض هيفضل ايه؟ يضخ. يحصل تنس اسايت، تحس بوجع شويه ببطنها، بس هتكمل عشان تلحق الاتوبيس. اول ما تطلع برجلها على الاتوبيس يقفل التورش الخاص، الفيلا مقفول خالص والارض ما زال بيضخ، يطلع كميه هيمورج بتوصل ل 3 لتر دم جوه السيست. هيمورج انسايد سيست ويزن اي سكند، تروح تطبح في الاتوبيس ميت. اكشلي ساعتها بتقع ساعات في الاتوبيس يقول لك اصل وقعت ماتت. اكشلي بتبقى ماتت قبل ما تقع. ياما شفناها. المحظوظ منهم اللي بيلحق نشوفه، لان هم بيموتوا بهايبوفوليميك شوك قبل ما يوصلوا لنا. ده 3 لتر يا جدعان، لان السيست كبيره. اكشولي دي
كانت من الناس المحظوظين في مين حصل لها تورشن واكل بقى سيفير بين لان ستها كانت صغيره فما جمعتش دم كتير. يعني الاوفيريان سيست البناين ممكن تموت عن طريق مين؟ تورشن. من الكومبليكيشن الثانيه وبالذات دي بتبقى في الميوسينس ان يحصل لها رابتشر. يحصل لها ايه؟ طب اشمعنى الميوسينس تقلب رابتشر؟ لان رغم ان الورد بتاعها سيك الميوسينس بس ليه هي اللي بترابتشر؟ لان اكشوالي هي اللي بتوصل احجام كبيره. طب وليه بتوصل احجام كبيره؟ لان الميوسين ما بيحصلوش ابزوربشن فالبريشر جواها بيبقى عالي جدا فاكشوالي بترابتشر. طب هي اسمها ميوسينس اما ترابتشر يبقى بطل ستها تسمي ايه؟ ميوسين خرابير وهتبدا الخلايا بتاعتها تمبلانت على البروتينيه فتعمل لنا نديول. في تيومر انا ما درستهولكوش لان التيومر ده فيري رير اند هايلي فيتال اكشوالي ساركوما بيسموها ميكزوما بريدوناي. بيسموها ايه؟ دي اكشوالي مش بناين دي مالجنة. الميكزوما بريدوناي ده اكشوالي بتبقى ميكزو ساركوما اما يجوا يفتحوا بطن which is very 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 بكره رير وفيري فيتال يعني لو شخصتوا ست يبقى تشوفي ده الله راح يرحمها. الناس اللي عندهم ميكزوما بريدوناي اما تفتح بطنهم تلاقي بطنهم مبربره وفي تيومر للديوز. الست اللي عندها ميوتنا الستة اللي نومه وفرقعت اما تفتح بطنها بتشوف ايه؟ مبربره وفيها ديون. هل دي ميكزوما بريدوناي؟ سموها سودو ميكزوما بريدوناي. ليه سموها سودو؟ كاذبه لان هي مش ميكزوما بريدوناي. يبقى اول كومبليكيشن يحصل ايه؟ تورشر. ثاني كومبليكيشن رش. ثالث كومبليكيشن دي اكشلي مش كومبليكيشن دي سيمتوم بريشر لان اكشلي السيستم ما بتكبر بتعمل بريشر سيمتوم. ودي قصه الست اللي انا حكيت لكم عليها في الترم الاولاني. يعني كان في ست في الصعيد الجواني على سن 30 سنه لاحظوا ان بطنها كبرت. اي ست لاحظوا ان بطنها كبرت وسنها 30 سنه في الصعيد يفكروا ان عندها بلاريسيا ودي اتايتس وكلها 3 4 سنين وتموت. هي كانت مخدمه 5 رجاله. اكشولي ما ماتتش واستمرت عايشه لحد ما سنها وصل 65 سنه. بس اكشولي بطنها بقت فظيعه جدا. كان الخمسه اولادها بيتعاونوا مع بعض يشيلوا كرشها والدمع عشان يدخلوها الحمام. بس بعد كده في الاخر بعد ما يشيلوا كرشها ويدخلوها الحمام ما بقتش تعرف تعمل حمام ولا براز ولا بول. ليه؟ بريشر سنتر. راحوا جابوها لنا هنا في القصر العيني. اكشولي اكتشفنا ان عندها ايه؟ ميوسينس ستة دينو. اللي كان وزنهم لان هم كانوا بايلاترال وصل وزنهم 103 كيلو. زي ما كنت حضرتك في النص الاولاني. اكشولي دكاتره هي حماره يعني اكشولي هو ده السيناريو اللي كان حاطه لان اكشولي في الصعيد الجواني شفتها. ايه كمان؟ اول كومبليكيشن تورش. ثاني كومبليكيشن رابتشر. ثاني كومبليكيشن بريشر. رابع كومبليكيشن ركزوا معايا اكشولي تشينج مالجنت ترانسفورميشن. مين فيهم بيقلب اكتر السيرس ولا الميوسينس وليه؟ اللي بيقلب اكتر سيرس ولا ميوتنس؟ سيرس. ليه السيرس بتقلب اكتر؟ لان الريت اوف بروليفريشن فيها اعلى. طب وليه الريت اوف ايه الدليل على الريت اوف بروليفريشن اعلى؟ ان هي اللي بتعمل فابين. فهمتوا حاجه؟ ربنا ما يوريك. ده سيرس تستادنو كارسينوما في ست والله لو عملت لها ايه؟ دي ماسك ماسك. رغم ان بيشيلوا لها العشره كلها واكشولي دايما يشيلوا الجريتر اومنتم. دي اكشولي جريتر اومنتم وفي بابين مش واخدين بالكم منها وبالرغم من كده الست دي بتموت. من العن السرطانات سيرس تستادنو كارسينوما. اكشن لايف اكسبكتنسي ممكن توصل سنتين وبالرغم من كده علاجها صعب جدا. اكشن دكاتره انا اتكلمت عن السيرس والميوسيس. الاثنين ادينوما. تيومرز اوف ذا اوفري السيرس والميوسيس الاثنين ممكن يبقوا بناين. يعني ايه بناين؟ يعني تحت الميكروسكوب الخلايا النخرة دي لها مالجنسي. وممكن يبقوا مالجننت. يعني ايه مالجننت؟ يعني الخلايا فيها كرايتيريا اوف مالجننسي وسترومال انفيجن. عارفين لكن سترومال انفيجن؟ يعني تعمل دبلي. ما دي بعينيا. لكن ممكن تبقى بوردر لاين. يعني الخلايا مالجننت وداوت سترومال انفيجن. ركزوا في دي بقى. اكشولي لو انا جراح بتاع ناس قلت له التيومر ده بنايت هيشيل ايه؟ الاوفر. لو قلت له ان هي مالجننت هيشيل ايه؟ عشه كلها. طب لو قلت له بوردر لاين هيعمل ايه؟ هيقول لي يعني بناين. هو دايما بيبقى كده. اقول له دي بوردر لاين
يقول يعني بنايم اقول له لا، يقول يعني مليجن اقول له لا، يقول امال هي ايه اقول له بوردر لاين. بوردر لاين يعني كوكلي مليجن لا، كارسينوما ان سايتو لا، يعني بوردر لاين يعني ان اكسبكتد بيهافير. يعني احنا لقينا ان في ناس بيبقى عندهم مليجنن ابيثيليوم وزاوت سترومال انفيجن، سبناهم وشلنا بس الاوفر ما حصلش ريكارد. وفي ناس تانيين بنفس الكرايتيريا شلنا الاوفر بس حصل ريكارد بعدها بتاعت اربع ايام، اكشلي ما تقدرش تعمل البيبر بتاعتها. بس عندنا في مصر في رود، اكشلي مش في مصر، في حاجه اسمها الفيجو. عارفين الفيجو؟ الفيجو دي اسوشيشن بتاع النساء كلها، كل دكاتره النساء يخضعوا لها والباثولوجيين اللي بيشتغلوا في النساء. الفيجو دلوقتي بيعتبر البوردر لاين از مالجنس. فلو انت الباثولوجيست قال لي بتاع النساء دي بوردر لاين، هو على طول بيعمل ايه؟ يشيل العفشه كلها. اكشلي سيرس وميوزنس الاثنين كاتيجوري ايه؟ كاتيجوري ايه؟ واشهر سؤال بينزل الكومباريزون. ايه كمان؟ هنكمل بعيد السيرفس ايبيثيليال تيومر في الدوامري، وهتكتشفوا حول المفاجاه اللي بقيت السيرفس ايبيثيليال تيومر كاتيجوري سي. يعني ايه كاتيجوري سي؟ يا نهار اسود؟ لا مش نهار اسود، لان اكشولي الكلاسيفيكيشن اللي قلتها في الاول دي كاتيجوري ايه؟ ايه؟ يعني الاسماء ايه؟ لكن بعيد الديتيلز اللي عليهم، لان اسماء مش مكتوب عندكم ديتيلز، فلازم تعرفوها اسماء. لكن انا مش هسيبها عشان اعلمها لكم عشان الاورا. لو السيرفس ايبيثيليوم قلد الفالوبيان تيوب سيرس، لو قلد السيرفكس ميوسينس، لو قلد اليورينري بلادر برينر. لان اكشوال البرينر تيومر بيبقى مكون من ترانزيشنال سيل، يعني بيقلد مين؟ اليورينري بلادر، وفي فايبرستيشن. ده اكشوال شكل البرينر. البرينر تيومر في معظم الاحيان بنايم غير مالجن، عشان كده وانا ضارب في الشفوي كنت اعرف ان البرينر بالبي بيقلد البلادر بالبي، وفي معظم الاحيان في ناين بالبي. لكن هو نفسه الكلام ده مش عليه لانه مشطوب. في حاجه ثانيه اسمها سوليد كارسينوما، ادينو كارسينوما ولو او مودرتلي، او ممكن تبقى اندوميدلر كارسينوما، كل ده مش مهم. هنخش بعد كده على حاجه اسمها الجيرم سيل تيوب، وسوف نكتشف حول المفاجاه كل الجيرم سيل تيومر فيه. بس ليا تعليق، هل اثنيهم فيه في الجيرم سيل تيومر اللي بيطلع في الاوفر؟ ما زي اللي بيطلع في التست بالظبط. كان في التست اول واحده اسمها سيمينوما، اكشلي لو شفتها في الاوفر يسموها، وحتى كنت بقولوها زمان، لو لقيت سيمينوما تحت الميكروسكوب يعني لارج كبير سيل وفي فايبرستيشن ثابته موجوده فيها الليمفوسايت، قالوا اسم العيان ايه؟ لو قالوا علي سيمينوما قالوا لي عاليه عليا، لو قالوا لي عليا هقول لهم ايه؟ دي جيرمينوم. لان اكشلي دي جيرمينوم زي ما انتم شايفين اهي كبسولين ولا لان؟ سودو ان كبسولين خالص، دي مالجنن بناين ولا بوردر لاين ولا مالجنن؟ مالجنن. واكشلي بالظبط هي سيمينوما يا جدعان، ماشي. لكن في تيومر ثانيه زي بالظبط التانيين، مش مكتوبين عندكم هنا اسماء، مكتوبين في الاول، زي حاجه اسمها اليوكساك تيومر، زي حاجه اسمها امبريونال كارسينوما، زي حاجه اسمها كوريو كارسينوما. اكشلي زي التيراتوما، بس انا اكتشفت التيراتوما مكتوب عليها كاتيجوري ايه. اكشلي التيراتوما دي خدناها فين؟ وهتذاكروها منين؟ بس ليه كتبناها تاني؟ عشان في الورقه الاولى هيقول لك الورقه الاولى سيستميك، ينفع يجيب فيها اسئله جنرال؟ يجيب فيها اسئله الجنرال اللي مكتوبه تاني في السيستميك بالكامل، اللي هم مين؟ اول واحده بالمونري ترومبومبوليت، نمره 2 ليومايوما، نمره 3 تيراتوما، سواء في التستس او في الاوفر. بس تيراتوما تذاكر منين؟ من جنرال. طبعا انتوا عارفين تيراتوما طالعه من جيرم سيل او التوتي بوتن سيل، ممكن تبقى ماتيور يسموها تيستس، ودي اللي بتلاقوا فيها كل انواع الانسجه، بتلاقوا فيها شعر واسنان ولسان وبرين وثيرويد،
واثنين تحت الميكروسكوب لسه ما ماتيور، لان كل الخلايا اللي جاية من 3 جيرم سيل لير دي 9 ده انا خلصته زي ما بخلصه كل مرة. ده سكشن في تراتوما. ايه التشو ده؟ كلكم بتقولوا كده ده نيرفا ستيشو وده صعب كوتيني ستيشو دي هير فوليكي. طب ايه التشو ده؟ ده بقى الكارتج واكشن زي ما انتوا. طب ايه التشو ده؟ تيرويد. ده تيرويد وعشان كده بتقول سؤال في الشفوي يقول لك ينفع واحدة ست يبقى عندها هايبر تيروديد ونورمال تيرويد؟ اللي بيسموها تيراتوما وزمونو ديرمال ديفرنشيشن، اللي بيسموها شتروما اوفرياي. يعني شتروما نهر السنافر، شتروما اوفرياي يعني صنفور في الاوفري. اي حاجه ريليتد للثيرويد بيسموها شتروما، فبالتالي شتروما اوفرياي يعني ثيرويد في الاوفري. واكشلي ممكن تبقى مالجنس، تبقى اماتيور فيها اريا اوف ايمج نيكروزس وتحت الميكروسكوب فيها كل الكريتيريا اوف مالجنس. ركزوا بقى معايا كده، انا خلصت الجيرم سيل تيومر. هل كان فيهم حاجه جديده بس التقسيمه بتاعتهم اساميهم واساميهم مكتوبين فين؟ بكلاسيفيكيشن. نفتح تكييف شويه احسن من الناس. اكشلي عشان الصوت عالي. اكشلي يا دكاتره المجموعه الثالثه بيسموها سكس كورد سترومال تيومر، وهتكتشفوا هول المفاجاه مكتوب عليهم كلهم ايه؟ يعني ما نحفظش اساميهم؟ هنحفظها منين؟ من الكلاسيفيكيشن. بس انا هشرح حاجات عشان اورال، لان في ناس بتدلوها في الاورال. ايه يا جدعان ده؟ السي هو السي ستيل في الاورال؟ مش كله، لكن الاورال في حاجات بيحبوها. اكشلي الاورال مالوش رول. اكشلي عندكم في قاعده عندنا في الباثولوجي اللي بيقعد زي الكرسي اللي قاعد عليه ما يقلش ادب يديله كام؟ 15 من 20. اللي يرد بكلمه كلمه شريحه يعني يرد 20 من 20. اللي يقل في ادبه صفر. حتى هل انتوا بتقول له ادبكم في الامتحان الشفوي؟ احنا اللي بندفعكم تقول له ادبي. وده هدف امتحان الشفوي. لو فتحت البروتوكول ازاي تقيم طالب شفويا بيقول لك ان مظهره عارفين شكله؟ والبرزنتيشن بتاعه عليه 80% من الدرجه. عشان كده تلبسوا شيك وبلاش العبط. بلاش خايف. فاهم حاجه؟ يعني ده لو التقييم بجد 20% على الحاجه العلميه. بلاش قيمه الحاجه العلميه. التقييم الصح مش معنى بيعملوا في الطب شافوا. مش انت تتعامل مع عيان. ما يجيلكش عيان بينزل ومش عارف ايه ويلاقيك بيبهدل وعمال تحاول. انا عارفه هيموت. يقول لك ما يفهمش حاجه ويسيبك وهو بسكه يفطر. عشان كده بيعلموك تبقوا جامدين. ازاي تبقوا رجاله. والبنات يلبسوا شيك برضه، لكن لو لقوا دكتور هيخش يمتحن عندها يروحوا مغيرين الدكتور على طول. يعني الدكتوره لو لقيت بنت لابسه شيك بتهدد. اكشولي احلى مني ولا حد اكشولي اكشولي ما حصلش معاكم الكلام ده خالص؟ اكشولي يا دكاتره بس هديكم الصمت اللي شافه في الحصه الاخيره. هيسالكم في النص الاولاني. هديها لكم في الحصه الاخيره. اكشولي يا دكاتره بس السكس كورد سترومال تيومر انتوا عارفينه، بس هنا بيسالوكم بالشافو. يقول لك قسمهم لي. بقول له في منهم فيمينايزنج وفيريلايزنج. يعني ايه فيمينايزنج؟ بيطلعوا استروجين اللي هم الجرانيروزا سيل تيومر والسيكا سيل تيومر. اكشولي بيسالك هو لو طلع استروجين تيومر يعمل ايه؟ تقول له لو بنت صغيره بريكوشس بيوبرتي، ودي مش حاجه وحشه، بنتي تبلغ قبل الميعاد تبقى وزعة حلوة. لكن المشكلة كلها لو كانت تيومر فيمينايزي يعني بيطلع استروجين واحدة كبيرة. لان انتوا خدت الاستروجين ده من اندوميتريال هايبر ليزيا واندوميتريال كارسينوما، وهتاخده معايا بيعمل ميموري هايبر ليزيا وميموري كارسينوما. اكشولي ده اول سؤال شافه. السؤال الثاني وعندنا في ناس بتسالهم اشهرهم الدكتور احمد الحناوي. يقول لك الجرانيولوزا سيل تيومر شكله عامل ايه تحت الميكروسكوب؟ ليه؟ هو مزاجه كده لان بيشرحها للعيال. بيشرحها في المحاضرات لو هو نزل يدي الفيميل، لان هو مسؤول عن البوست جرادوس في الفيميل. اكشولي يعرفوا الجرانيولوزا سيل تحت الميكروسكوب بتو كرايتيريا مكتوب عندكم في الكتاب واحده وانا هزود لكم واحده عشان الدكتور احمد الحناوي.
الجرانيولون سيل اهم ما يميزها ان هي الخليه الوحيده في جسمك حتى ما تتجنن تاخد تحافظ على كده، اللي النيوكليس بتاعتها بتبقى جروف زي فيها حد، عشان كده بيسموا النيوكلي بتاعتها كافي بين نيوكليات بسبب حبايه القهوه. نمره اثنين، هو نورمال الجرانيولون سيل مش بترصص نفسها حوالين الاوفن عشان تعمل جريدن فوليكل. لو طلع جرانيولوزا سيل تيومر بتيجي جرانيولوزا سيل وترصص نفسيها حوالين الزينوفيليك ماتيريال، اي شويه بروتين تحاول تترصص حواليه، فهي تعمل حاجه اسمها كول اكسنر بودي. يعني حاجه اسمها ايه؟ كول اكسنر بودي. فالدكتور احمد الحناوي لما يجي يسالك تعرف منين الجرانيولوزا سيل تيومر، تقول له حاجتين، ان النيوكلاي بتاعتها بتبقى جروف بيسموها كافي بين، مش مكتوبه عندكم فاكتبوها. نمره اثنين، بترصص نفسيه على شكل روزيت على شكل بودي بيسموها سبورت بودي، ده كمان بيسموها فول اكسنر بودي، ده شفوي. اما الفيريلايزنج ده اللي بيطلع اندروجين، ما تكفيش يا دكتور، ده اكشولي ملوش قيمه، لان الفيريلايزنج تيومر كل اللي بيعملوا ايه؟ لو ست وحصل لها اندروجين، لو هي بنت صغيره بيحصل لها هايبرتروفايد كريترس هيفكروها ولد، مش مشكله. اكشلي بيطلع لها هرشيتيت، يلا مش فارقه. يعني هي فارقه عن هرشيتيت، صوتها بيبقى تخين، حس عشان تعلي صوتها وتصوت. فبالتالي ملوش قيمه قوي. في بعد كده عندنا حاجه اسمها ميزينكايمال تيومر. ركزوا بقى عشان خاطر. الميزينكايمال تيومر في الاوفري واحد. فايبروما. ده كاتيجوري ايه؟ بس دايما ما ينزلش سؤال، ينزل جزء من السؤال. اكشلي الفايبروما في الاوفري دي شكلها ايه في الصوره؟ دي حاجه عاديه، فايبروما عاديه. كابسوليت ولا نان؟ كابسوليت. فيرم ولا سوفت ولا هارد؟ فيرم. لونها جريش وايت تحت الميكروسكوب بروليفريد ايه؟ فايبروفيش فايبروبلاست. مشكلتها في حاجه واحده، ان هي جزء من الميكس سندروم اللي مر علينا في البلورال انفيوجن ومر علينا في الاسايتس، وقلت لكم هشرحه لكم فين؟ في الاوفري، فالنهارده هشرحه. يعني ايه كلمه سندروم؟ متلازمه، مجموعه من الاعراض ما ينفعش نفسرها بحاجه واحده. اكشلي نجم لقى في ستات عندهم اوفريان فايبروما وعندهم اسايتس ويوني لاندرال هيجرو ثوركس بالذات على الناحيه الشمال، فما كانش عارف يفسر. ايه علاقه الفايبروما بالاسايتس باليوني لاترال هيدروثوركس؟ اكشلي الوقت دي مش سندروم، انا افسره لكم. مش مكتوب الكلام ده عندكم عشان تفهموا. اكشلي هو اللي مكتوب ان المكس سندروم الثلاث كلمات دول، بس عشان ما تنسوهمش افهموها. لو في اوفيريال فايبروما، الفايبر تيشو ده مش ناشف واكشلي بتبقى لها بيديكل بتخبط في البريزول، البريزول لما يحصل له ريديشن يرد بايه؟ في انفلاميشن، يعني هيبقى مليان ايه؟ ميه، فيحصل اسايتس. مفهومه من هنا طيب. بس الحاجه اللي ما كانوش عارفين يفسروها وعشان كده عاملين سندروم، لو حصل الاسايتس دي بقت سن، يبقى البريشر جوه البريتريال كافيت الابدومين هيعلى ولا هيقطع؟ هيعلى. ونورمال الليمفاتكس اللي بتدرين البلورا بتخش في الابدومين تحت الدايفرام عشان تخش في السبستيرا كايلاي بالذات على الناحيه الشمال. فاكشولي هتتقفل الليمفاتكس فالبلورا يتحوش جواها لمف مش ميه. اكشوالي الميد سندروم ما بيبقاش هيدروثوركس، بيبقى كايلوثوركس، بس اكشوالي وظفوها هايدرو ومشوها هايدرو. اكشوالي يا دكاتره الميد سندروم هو اللي عشانها خلوا الفايبروما كاتيجري ايه؟ لان مر عندنا قبل كده ثلاث مرات، لانه خدناه من اسباب بلورال فيوجن وخدناه من اسباب الاسايتس. هو اكشوالي عباره عن ايه؟ اوفيريان فايبروما عملت اسايتس ويوني لاترال هيدروثور. اي صعوبه؟ طيب. دي بعد كده ميتاست اوف ذا اوفري كاتيجوري بي، ده مش مرت علينا مره، ده مرت علينا 7000 مره. اشهر ميتاست في الاوفري كروكنبرج تيومر. اديت كروكنبرج؟ لا. اكشولي اي واحده ست عندها كارسينوما اوف ذا ستومك، باتشلر كارسينوما، كانسر كول، كارسينوما سبريدنجل وجامد باي لاترال اوفريان ميتاست. بس مشكلة كروكنبرج الخدعة بيها زمان. اكشلي كروكنبرج
وطفى في حالات السجن ترين كارسينوما في الصمة، وكان بيتفكر دي طالعة منين؟ من الأوفري. فعشان الكلام ده كله طلع عبط. الوقت أي من السادة تيومة يروح للأوفري بقى نسميه كروكن باك. أكشري هو كروكن وطفى في السجن ترين كارسينوما، لكن الوقت بيحصل في أي نوع كارسينوما نسميها كروكن باك، لأن أكشري الميتاست ممكن تحصل من أي حتة، ممكن تيجي جينيتال أو إكسترا جينيتال. هي بس تعليق بسيط بيجيبوه في الام سي كيو مش مكتوبه هنا، رغم ان هم حاطين عليها بي. هو في كل الاورجن ومعظم الاورجن بيبقى البرايمري تيومر اكتر من السكندري، لكن في ثلاث مجموعات من الاورجن بيبقى السكندري اكتر من البرايمري، يعني الميتاستاسيس اكتر من البرايمري. ايه الاورجن ده؟ الوان كيو كبلب كله، عارفين الكبلب؟ ليفر لان بول اند برين، يعني دول اللي بيتبعتلهم. نمرة اتنين السيرة ستاكس كلها البلورا والبروتينين هم اكشولي بيتبعت لهم اكتر ما يطلع منهم. نمرة تلاتة الاوفري في الاورجنز دي كلها السكندري اكتر من البرايمري، مش موجودة في الكتاب وجات اسئلة قبل كده ام سي كيو للصبح. الاورجن اللي يتبعت لها اكتر ما يطلع منها هم الليبليب بلس السيرة ستاكس بالذات البلورا والبروتريم، يعني جيت ما تبعتهاش كتير بلس الفضل. ايه كمان؟ ايه كمان بقى كل فكه سي ومش عارف ايه وام سي كيو؟ الجد هيبدا بقى. في مجموعه من الامراض اكشن من تيومر اللي بتطلع من البلاسينتا. اكشن الخلايا بتاع البلاسينتا بتاع الكريونيك فيلاي بيسموها تروفوبلاستيك سيلز. طب وايه؟ ليه سموا تروفوبلاستيك سيلز تروفوبلاستيك؟ يعني تروفي تروفي يعني نيوتريشن، لان الخلايا اللي هي بتغذي الجنين. اكشلي دول ثلاث خمسه تيومر اللي هشرحهم دلوقتي، واشهرهم المولر بريجننسي اللي اسمها ايدادي فور مول، اللي بيسموها فيزيكولار مول سواء بارشل او كومبليت، اللي بيسموها الحمل العنبي او الحمل العنقودي او الحمل الحويطلي. مش تشرحها لكم الاول على فكره البيتيكولار مول اكتبوا عليها كاتيجوري ايه؟ نظري وجار وسلايد وكيس وكلاس ايه؟ براكتيكال. ونفسي تشرحها لكم وافهمها لكم، لان لو فهمتوها تعرفوا تالفوا الجدول ده في لحظه. اكشولي تعالوا نتخيل نفسينا ان احنا واقفين جوه البوستيريور فورنكس بتاع رحم واحده تانية. امتى؟ بعد سيكشوال انتركورس. بعد سيكشوال انتركورس يبقى في اتليست كام سبيرم في البوستيريور فورنكس بتاع الفاجينا؟ اتليست 120 مليون سبيرم. ويبدا السبيرم كلهم دول كانهم في السبيرم صواريخ، يبداوا يخشوا سيرفايكال كانال، انديميتريال كانال، فالوبيان تيوب. انتوا عارفين بيوصلوا البريتون بتاع الكينين بس ده الكابيتي بعد الاكشكريشن بقى ليه؟ ادوا رقم يو ثلاث اكشلي 3 minutes يوم عمالين يتنططوا ويلعبوا جوه البريتونال كابيتي، ما ينفعش يوصلوا جوه البريتونال كابيتي. الفريمبر تيوب مفتوح، واحد منهم اكشلي اللي بيطلع بسرعه اقوى واحد فيهم يجوا واقفين حوالين الاوفر. الاوفر بالنسبه لهم عباره عن قلع، عشان تخيلوا المنظر، حجم الاوفر بالنسبه للسبيرم زي حجم واحد بالنسبه لقلعه، قلعه كافي. اكشلي اقوى واحد هو اللي بيعرف يخش يخرم الزونه باللزقه لو انت فاكرين. اكشلي يروح داخل وبعد ما يخش يكتشف ان هو كان اكبر خزوف في حياته، لان يكتشف البيضه اللي دخل فيها بيضه في مشيشه. يعني ايه مشيشه دي؟ مشيشه حاجه من الدين، لا اما انيوكليتد لا اما ايه؟ يعني ايه انيوكليتد؟ يعني ما فيهاش نيوكليت. هيعرف يكون عيل؟ ليه مش هيعرف؟ لان العيل ديبلويد وهو هابلويد 23 ب 23 اكس ب 23 واي، وعشان يكون عيل لازم يبقى ديبلويد. يقول لك يا نهار اسود بعد ما ضربت المسافه دي كلها وكسبت عصا اصحابي بره ودخلت اخد الخدوده ارجع من غير ما اعمل عيل؟ والله لا اعمل عيل. طب يعمل عيل ازاي؟ ينده لواحد صاحبه من السبرمات اللي بره،
يقولوا تيجي انا وانت نعمل عين. يقولوا ازاي يعني؟ يقولوا تعالى بس انا وانت نعمل عين. مش انا كروموسومات 23 وانت 23، انت واي او انت اكس، ده يطلع 46 اكس اكس ل 46 ايه اكس واي. بس ينفع يعمل عين؟ ليه ما ينفعش يعمل عين؟ لان اي انسان مننا واي عين لو باترنال وباترنال بار، مش عارفين انتوا كلكم وانا منكم انا الماترنال بار. هتفهم حاجه؟ جسم الانسان نفسه اورجن ماترنال، لان اكشولي الباترنال بار من الزيجوت هو اللي بيعمل التروفوبلاست تيشو، هو اللي بيعمل كرونيك بلايد كما الحياه. هو اكشولي الزوج الاب مهمته في الحياه بيجيب الفلوس عشان عايز ياكل، فاكشولي هو ده في الحياه اللي موجود. اكشولي جزء السبير كل كروموسومات بتروح عشان تعمل الكريونيك باللايف. اكشولي هينجح يعمل عين، كل اللي هينجح يعمل جنين. باترنال بارت اوف ذا اللي هو مين؟ الكريونيك باللايف. اكشولي الكريونيك باللايف دي مايكروسكوبيك ستراكشر، بنشوفها بعدين؟ ما بنشوفهاش. تخش جوه الورد اوف ذا وتسحب منه نيتريشن. دلوقتي هيتكون عيل ولا مفيش عيل؟ فالكريونيك باللايف تسحب نيتريشن ولا ما تسحبش؟ تسحب. بس في عيل بياخدها، في بلاد فيسل توصلها لعيل، مفيش. فالكوريونيك فيلاي اللي هي مايكروسكوبيك هتتحول انتو فيزيكال، يعني فيزيكال هو الاصطلاح اللي مليئه من جوه النيوتريشن. بس اكشن الست دي حامل ولا مش حامل؟ حامل، عندها اعراض حامل ولا ما عندهاش؟ عندها، لان اكشن كميه الاس سي جي الاتش سي جي دمها عامله ايه؟ عاليه. الاس سي جي ده هو المسؤول عن اعراض الحمل كلها، عمر ما الحمل هيكمل. ليه؟ لان اكشولي انتوا عارفين ان نورمال حجم الانسان اكتر ولا حجم النيوتريشن اللي هو كانها؟ فور اكزامبل الدكتوره قدامنا اهي، بصوا عليها، اهي دكتوره اهي، كيف معنا؟ مريم؟ ايه الاسماء؟ الدكتوره برافران؟ الدكتوره اللي قدامنا؟ بصوا عليها بسم الله ما شاء الله قد كده. الدكتوره دي تعالوا نحسب النيوتريشن اللي دخلتها جواها من ساعه ما اتولد. اكشلي سيبكم النيوتريشن، هي اكشلي شربت كام لتر ميه؟ الانسان الطبيعي من ساعه ما يتولد بيحتاج اتليست كل يوم 3 لتر في اليوم ميه. دكتوره 20 في 3 في 360 يطلع كام لتر ميه؟ ده يطلع كميه ميه تملى العماره اللي احنا فيه. سيبكم من فنطازين اللبن اللي رضعتهم. سيبكم من 4 فرنجات الشيبسي اللي كلتهم. سيبكم من 5 فرنجات رز اللي كلتهم. بس الدكتوره كلها مش حجمها قد كده، قد كده. كل ده راح فين؟ معظمه نزل اسويت برودكت واكشلي بعضهم استخدم كانرجي وجزء ضئيل دخل في تكوين جسمها. يعني كميه الانسان اكثر ولا كميه النيوتريشن بتاعتهم؟ النيوتريشن. اكشلي لما يتكون كوريونيك باللايت تحوش نيوتريشن وما فيش عين، يبقى حجم الكوريونيك باللايت دي حجم البيزن عامل ايه؟ كبير جدا. عشان كده الست دي هتوصل للشهر الثالث مع عمرها ما تعدي. اليوترس خلاص يبقى ديستندد قوي فتولد. ولما تيجي تولد حاول المفاجاه تولد على ايد عنب. بيزن كده. لسه نقول حمل الحويطري، العدل العنبي، الحمل العنقودي. ده اول سيناريو. بص على السيناريو الثاني. سبيرم ضرب المسافه واتخانق مع عز اصحابه ودخل، اكتشف اللي دخل بيضم الشيشه. بس هنا المشيشه معناها ايه؟ الكروموسومات اللي بتاعتها النيوكليس موجوده بس مضروبه قديمه. يعني في كروموسوم الابنورمال. اكشولي نروح برضه يبدا لواحد صاحبي. بيقول تيجي انا وانت مع الامم التعبانه دي نعمل عين. اكشولي الجامد فيهم هيعرف يتحد مع الامم ويعمل عين. لكن الباقي اللي فضل هيعمل كوريونيك باللاي بس. اكشولي السيناريو الاولاني، السيناريو الاولاني ده اسمه كومبليت مون، السيناريو الثاني بارشال مون. تعالوا نقارن بقى وافهمون. اكشولي في ده او في ده هيبقى فيه بلاسينتا تيشو صح؟ لكن مين فيها بلاسينتا بس؟ البارشال الكومبليت كومبليت، لكن البارشال بلاسينتا هنتيجي. ركزوا مين فيهم اثنين سبيرم لا
is over complete. لكن مين فيهم اثنين سبير لا قحوا اوبن سايدر كروموسوم فيها كروموسوم الانفورماليتي باش شيء رائع جدا. اي جدول كومباريتيف في بارامتر مهم ده اقل تعالوا نقلب بقى على فكره زي تعريف اللي مكتوب عندكم اللي انا قلته ده ايديولوجي. هل ده ايديولوجي؟ ده ايديولوجي؟ امال ده ايه؟ ده سيناريو. عارفين يعني سيناريو؟ بروبوزل. تعرفوا ايه بروبوزل؟ افتراض. ده كلام محترم اللي انا بقوله. في سبيرم يطلع يقول له تعالى انا وانت نعمل عيل. ايه الكلام ده؟ اكشن لحد النهارده ما نعرفش ايه الايديولوجي بتاع البيزيك الرموز. ده اللي انا عامله ده افتراضيه والعالم كله بيقولها وبيرددها. طب ومالك بتحزق ليه؟ فاحدى عشان اعرفكم ان ده مش ايديولوجي. لو انا خلاص قلت لكم ان ده الايديولوجي حد فيكم بعد كده هيفكر؟ انا بقول لكم ان ده هاكس، ده سيناريو احنا عاملينه عشان نفسر بيه لحد ما يجي واحد منكم محترم ويقول لنا الاكزاكت ايديولوجي. ابقوا قابلوني. ايه كمان؟ على فكره مشهوره جدا بالذكر المول في الرايت ايتر. تعرفوا الرايت ايتر؟ اكيمير رز عشان كان في روشا فاز نسبه عاليه جدا بس الفصل اللي نشوف كان الفصل بياكلوا رز. ايه كمان؟ تعالوا نقارن ما بينهم ركزوا عشان تفهموا النبي. لو اتفهم خلاص. تعالوا نقارن ما بينهم بعينينا ركزوا. اكشلي اليوترس بيبقى لارجر ذان ذا نورمال ديت اوف بريجننسي. فاهمين حاجه؟ ليه بقى بيبقى لارجر ذان ذا نورمال ديت اوف بريجننسي؟ يعني بيبقى اكتر من عادي المفروض على الشهر الثاني اللي هو 12 اسبوع يبقى اليوترس عند فين؟ فين في السيوبس. لكن في الذكر هرمون هنلاقيه فين؟ ديفيد سيرف لان النيوتريشن بتاعته اكبر من عادي. ركزوا معايا اكشلي مين اللي بيبقى اكبر؟ الكومبليت ولا البارش؟ الكومبليت. ليه بقى؟ لان في البارش ممكن يبقى نورمال او لارجر ما بيبقاش كبير قوي. ليه؟ لان في البارش بيبقى فيه عيل اهو ادي البارش اهو فيه فيزيكال وعيل. طالما في عيل العيل ده هيعمل ايه في الهيدريشن؟ هيستخدم الهيدريشن. طالما استخدمها يبقى قلل. مفهومه يا شفومه؟ طب ده من حيث الستايل. حيث الصيد من حيث البلاسينتا انا قلت لنا البلاسينتا تشبه يعني الكوريونيك باللايف. مين فيهم الفيزيكال وكميتها اكتر البارشل ولا الكومبليت؟ الكومبليت لان كل التيشو بقى فيزيكال لكن في البارشل في جزء منها بلاسينتا. مين فيهم يا دكاتره وعاوز اركز بنشوف فيها فيزيكال؟ الاثنين. واكشن الفيزيكال بتبقى من 1 مللي ل 3 سم في العينه ترانسلوشن سيل. ايه ترانسلوشن سيل ده؟ ديفريشن. وعاملين ده على ايد العنب بالظبط. نكمل. مين فيهم يا دكاتره بيبقى فيها فيتا سبار؟ البارشل ولا الكومبليت؟ البارشل. الكومبليت ما فيهاش فيتا سبار ودي العلبة بتلبسها في الامتحان. يقول لك الكومبليت كامله والكمال لله. يبقى الكومبليت هي اللي فيها عيب. نعم يا اخويا. ده الكومبليت هي اللي ما تكونش فيها العين. مين فيهم يبقى فيها فيتا؟ مين ما فيهاش؟ مفهومه ليه؟ طيب نكمل. مين فيهم يا دكاتره تحت الميكروسكوب بقى سواء دي او دي هنلاقي فيزيكال. عارفين يعني فيزيكال؟ ايه الفيزيكال دي؟ كوريونيك باللاي وحواليها سايتوسيستيتي ترومبو بلاك. عارفين سايتوسيستيتي؟ اكشولي مين اللي هتبقى فيها ميكسوميتا سكور اكتر يعني مليانه نيوتريشن اكتر البارشل الكومبليت؟ لكن مين فيها هيبقى ميكسوميتا سكور بارشل؟ مين فيهم هيبقى فيه مارك تروفوبلاستيك بروليفريشن كومبليت؟ طب ليه؟ لان نيوتريشن بس هنا للتروفوبلاستيك تيشن. لكن مين فيها ليس تروفوبلاستيك بروليفريشن؟ بارشل. كلام مفهوم؟ نقعد نطبق. طب كملوا معايا. مين فيها تحت الميكروسكوب هنلاقي ان الكوريونيك باللاي فيها بلاد فيتل؟ بارشل. يعني في البارشل فيها عيل عاوز هيدريشن لكن في الكومبليت نو بلاد فيتل. طب اكمل. مين فيهم بيبقى فيه تحت الميكروسكوب ايفيدنس اوف فيتال ديفلوبمنت؟ بارشل. مين مفيش؟ كومبليت. هي تعليق بس نذاكر الحصه اللي فاتت. كلينيكال مين فيهم بيطلع اتش سي جي اكتر؟
الكمبيت الاثنين بيطلعوا اس تي جي، لكن مين بيطلع اكتر؟ ايه الكمبيت بيطلع اكتر؟ لان هي اللي فيها ماركت تروفوبلاستيك بروليفريشن، لان هي اكشلي ما هي الاكرونيك باللاي بس. فاللي يطلع فيها اس تي جي كتير، مش علمتكم بالحصه اللي فاتت ان الاس تي جي لو طلع بكميات كبيره يعمل نيوتراليزيشن للفوليكولار تيست ويعمل حاجه بعينينا بيسموها سيكالوجين تيست اللي هي الريتينايت فوليكولار تيست، مين فيهم الاوفرز يبقى في سيكالوجين تيست البارشل الكومبليت. ايه الكومبليت؟ لان هو اللي بيطلع اس تي جي كتير، لكن البارشل ما بيبقاش فيه. فبكمل، مين فيهم الست تبقى عندها اعراض الحمل والاس تي جي عالي؟ الاثنين الاثنين، بس في مين اكتر؟ الكومبلي اكشن. الدكاتره الست هتيجي وقت الولاده بتروح في معظم الاحيان تنزل فيزيك الكومبليت او عيل ميت، لان اكشن ده اللي فيه الاوفم كانت سليمه ياكلوا مستوى الابنورماليتي. واكشولي ساعتها ممكن بقيت في اللايف تقلب انفيزيف مول، يعني ايه؟ يعني بص دي مش هشرحها. تقلب كوريو كارسينوما ده السرطان دي وهشرحها، يا اما ابورشن لوحده والهيمورج ممكن يموتها، لان اكشن هتيجي تسقط هينزل دم ويتحد مع النيتريشن. اللي اعرفها وهي داخله علينا في الاستهبال، اي ست بتسقط او بتولد ممكن ينزل دم، لو على طول بينزل دم، لو الست ماشيه كده وفي خط دم وراها على الارض احنا من بعيد نبص على الدم نعرف ان دي بتنزل الموت. عارفين نعرفها ازاي؟ لان الدم بينزل ومع الكونتراكشن بيفرقع الفيزيكال. فاكشولي الميه بتاعت النيتريشن دي فيها كربوهيدرات مع الدم بيديك لون اسود، مش مكتوب عندكم التعبير بس عاوزكم تعرفوه. بيشبهوها وبيقول الديستشارج اللي نازل عليها وهي بتسقط بيقولوا عليه برون جوس ديستشارج. يعني ايه كلمه برون؟ برون جوس ديستشارج. البرون يعني اراسيا، عارفين اراسيا؟ عارفين؟ ايوه دي الغلطه اللي الناس كلها بتقولها، ضحكوا عليكي فخدعوكي فقال برون اللي هي الاراسيا. مش عارفين الاراسيا؟ عارفين الخشاب؟ مش عارفين الخشاب؟ الخشاب ده اللي بيشربوا في رمضان، اللي بيشربوا عارفين رمضان؟ حاجه السودا ديت اللي بيحطوها في الخشاب اسمها اراسيا. بقى ناس عبيطه تلومي عليها راسيا فيقولوا الفاروق، بقول ناس عبيطه اهو واللي بتقول اكشلي الاراسيا بيضحكوا علينا واحنا صغيرين لان هم مش عارفين، فتقول لهم ايه قد الاراسيا دي؟ يقول لك فاروق ناشف. الاراسيا مش فاروق ناشف، الاراسيا دي فاكهه لوحديها اسمها اراسيا دول مش فاروق ناشف. اكشلي استنى بس، والله الكلام حلو اللي انا شرحته ده اسمه الفيزيكولار مول، ده اسمه الحمل العنقودي او العنبي او الحويطري. انا قلت اسمه الحمل الكاذب، بهايم بيطلعوا من كليات الطب ويقولوا عليه الحمل الكاذب. الحمل الكاذب مش مكتوب عندكم لانه مش باثولوجي. الست دي حامل ولا مش حامل؟ حمل كاذب؟ لا، لان الحمل الكاذب ده سايكوسوماتيك. عاوزكم تفهموه، مش عارف ما اتكتبش، بس انتوا العدد بتاعه دكاتره كتير قوي من سنين عندنا في الدول العربيه والعالم كله، بس بالذات في العرب. تيجي تاني يوم الدخله تلاقي حماتها بتطلع يصلحها، تقول لها الف سلامه ان شاء الله كده في حاجه في السكه. هو كده عندنا الست اللي ما تخليش تقعد في البيت ليه؟ بعدين بتروح خلاص في حاجه في السكه. اندر ستريس، الستات عندنا بيتحطوا اندر ستريس. اكشلي ايه الفرق بين الراجل والست في كلمه واحده؟ ست سايكليك. يعني ايه سايكليك؟ يا جماعه اللي ورا ست سايكليك. يعني ايه سايكليك؟ الراجل والست بيطلعوا اف تي اتش وال اتش، لكن في الست السكريشن سايكليك يعلى ويوطى، عشان كده بيحصل لها اوفيليشن ومنسترويشن. لكن الراجل كونتينيوس. لو الست اتحطت اندر ستريس يبقى الاف تي اتش وال اتش هتبقى ايه؟ كونتينيوس. هذا يحصل لها ديبريشن، دورتها تقطع، فتروح تسال مامتها فتضطر تقطع، تقول لها وهي اتجوزت جديد، تقول لها الف مبروك ايه؟ حامل، فتفرح، هي مش تتاح متاخره. المفروض الست ما تدورش على الخلف او تدور على السبب الا بعد سنتين من الجواز. الطب بيقول كده،
اكشلي وهي بتشوف الستات الحوامل بيرجعوا بظهرهم كده ومش عاملين كده زي البطه، فهي تروح تقلده. ولما تعمل كده بتعمل ريلاكسيشن للاسير ابدومن الهول، يحصل ريلاكسيشن كريتيست، فالفيس تتجمع، يعني يحصل فيرمنتيشن فيطلع جاذب، فتخلي بطاطا تتنفخ اكتر، وكل ما تتنفخ اكتر كل ما ترجع اكتر، فبالتالي بطاطا تزيد تزيد تزيد. بس هي عارفه دي بعد 9 شهور هم بيولدوا، فتيجي في المعادة 9 شهور تحس الدجولة ببطنها جرجل ولا تبولد. وياما قلنا في الاستقبال بيولدوا. اكشلي زمان اساتذتنا علمونا حاجه حلوه، طبعا لما تيجي عندها تقول لها ده حمل كاذب يا جزمه، هي بتعمل كده بتضحك علينا؟ انت كده تعمل لها مور سايكل تروما. علمونا زمان اساتذتنا لما تجيلك واحده زي ديت بعد ما تعرف اهلها وتظبط جوزها وحماتها بالذات وتقضيها على كونسين، تجيب دكتور تخدير تنيمها جنرال انستيزيا وبعد شويه تفوقها وتروح تقول لك خير تقول لها بسم الله ما شاء الله خلفت عيل زي القمر، بس للاسف مات. الحمد لله انت خلفتي. وعندنا المثل بيقول المركب لما تسير تجيب القمح والشعير. يعني ان شاء الله هتخلفي تاني. انت كده بتحاول تعمل لها ايه؟ بتسيب السايكل تروما وتبعتها عند دكتور نفسي. اكشولي ما تقولهاش كاذب، يا كاذبه. انت بتعمل مور سايكل. عندنا الفلاحين كانوا بيعالجوهم، كان من اشهر السبب في الانفرتيلتي اللي هو ان الاف دي اتش والال اتش يبقى كونتينيو. عشان كده كان لو ست تاخر حملها والدوره ما تنزلش كانوا بيخطوها. فكان يجيبوا الست زمان ويقفوها قدام القصر، واول ما القصر يجي يدوس على رقبتها يروح شدينها. كان في ناس تانيين عارفه الست اللي ما بتخلفش كان يجيبوها ويروحوا فاتحين تربه مقبره ويدخلوها جواها ويروحوا قافلين ويكتبوها يوم ويروحوا فاتحين. اعمل اه اتجننت. دخلوها بالليل. هو طبعا مش بيقولوها احنا هنخطب، ده بيجيبوها يقول لك انت ما تخلفيش دفنك احسن، وروحوا مدخلينها واقفين عليها. كانوا بيعملوا كده، ما بيعرفوش كانوا بيعملوا كده ولا بيشوفوش. زمان بقى زمان دلوقتي الراجل لو ما بيتخلفش هو اللي يعمل كده. اكشولي ايه كمان؟ كل ده مش علينا، ده اسمه سودو سايس مش علينا. دي بقى حاجه اسمها انفيزيف مود. حطوها عندكم كاتيجوري سي، وانا مواطن ان هي سي. الانفيزيف مول بالظبط زي الكورت زي الفيزيكولار مول، بس الكوريونيك فيلاي اللي بتتكون بتخرم ديب المايوميتر. ده مش كده وبس، مش كده سموها انفيزيف. يعني ايه كلمه انفيزيف؟ بتخرم. المشكلة إن ممكن تخش في البلاد فيسل والليمفاتيك فيسل وتبعت ميتاستاسيس. تبعت ميتاستاسيس أي، بس الخيار بتاعتها بينار ولا بنجنان؟ بينار. عشان كده الشم سبيس درستيك كيمو ثيرابي تخاف. الانفيزيف مول سي. أمال اللي اتكلمت عنها مش عشان حاجة، عشان هقارنها بعد شوية مع الكوريو كارسينوما اللي هي دي. كوريو كارسينوما، يلا نستارتر مع بعض بقى. كوريو كارسينوما نسرطه. انا عارف السؤال التاني فهخليه بعد الكوريو كارسينوما. مين يرى على الديفينيشن هي مكتوبه كاتيجوري بي؟ بي مش هخليها لكم ايه ولا حاجه، بس عاوزكم تفهموها. مين يرى على الديفينيشن بتاع الكوريو كارسينوما اللي هو ما خدهاش؟ برايمري مالينجنس نيوبلاس ارايزنج فروم كوريونيك فيلاي. يعني ايه كوريونيك فيلاي؟ توكو بلاستيك ديش. بعد الديفينيشن ايه؟ ايديولوجي. الايديولوجي في اي سرطان بنقول ايه؟ The exact etiology is however the following are. ما علقوش في الكتاب عندكم على الايدج لانه عارفين ان انتوا هتغلطوا فيه. دايما الايدج يبقى above 40 ولا below 40؟ ما ينفعش يبقى above 40 لان هو اساسا عشان يطلع تروفوبلاستيك ديش اوف ست لازم تبقى حامل. هو الكومن الستات بتحمل بعد ال 40 عشان كده ما علقوش، لكن الصح تبقى below 40. طب والتكس؟ معلقش في اليوترس، معلقش. لكن ممكن يطلع كوريو كارسينوما في الرجاله في الستس. اكشولي بيطلع في حالات الجيرم سيل تيوما. لكن انا بتكلم هنا على الكوريو كارسينوما في اليوترس. بعد كده سايت
ماكرو عاوزكم تفهموا بقى. اكشري هي طالعه جوه المايوميتر، اكشري بتطلع عند الريديولوجي يا اما بتطلع بعد انجليزي سمول يا اما بتكلر مول كومبليت او بارش. مين اللي تقلب اكتر الكومبليت ولا البارش؟ طبعا الكومبليت لان هي اللي فيها ماركت بروليفريشن، ممكن تطلع بعد نورمال بريجننسي ابورشن اكتوبيك او دينيفو. دينيفو يعني ايه؟ يعني كوريونيك بالله قديمه قوي من حمل قديم تتجنني. اكشوالي ماكرو ركز في صوره كوريونيك كارسينوما عندكم جار كوريونيك كارسينوما حجم يقدر كبير ولا صغير؟ كبير. اكشوالي يعني بيبقى عندها اعراض الحمل، يعني كوريونيك كارسينوما دي بتكريت ايه؟ اس جي. اول رئيس اسم اثر في الباثولوجي رحمه الله عليه كان اسمه الدكتور اسماعيل كامل، ده اللي علم اساتذتنا احنا. كان اسماعيل كامل له كلمه مشهوره بتخلص الماكرو والمايكرو بتاع الكوريو كارسينوما. كان بيعلم اساتذتنا ويقول لهم الكوريو كارسينوما ما هي الا بحار من الدماء تسبح فيها المالجنان سيلز. لان اكشن طلع من مايوميتر مش كوريو بلاي جوه، عشان كده مايوميتر بتقول اورجن. اي سوليد اورجن بنقول عليها ايه؟ فلتريت هيموراجيك نكروت. هنا بقى الكلمة واحدة مش هقول هيموراجيك، هقول هايلي هيموراجيك. شوفوا شكل اليوترس عامل ازاي؟ دم اكشوالي يا دكاترة في كورونيك باللايف في فيزيكال اكشوالي في عيل لا تحت المايكروسكوب اكشوالي كان بيقول ما هي الا بحار من الدماء، عشان كده تحت الميكروسكوب بنلاقي لارج ايريز اوف هيمرج اند نكروزز دي اكت المالجنان سايتو سنسيتي تروفوبلاست. عشان كده ليه مالجنان سايتو؟ قال هي ده نيوكليس واحده. يعني ايه مالجنان سنسيتيو بروتوبلازم بروسس وفي مالجنان نيوكليار؟ اهم حاجه وركزوا، هل في الكوريو كارسينوما بعينينا بنشوف سيكا روتين سيست الاوفرس كوريو كارسينوما بيشوف فيه كاروتين سيست ولا بيشوفش؟ بيشوف طبعا. اذا كان في الكومبليت مول كان بيطلع اس تي جي، امال بقى كوريو كارسينوما طلع كميه رهيبه في اس تي جي في الاس تي جي. ركزوا معايا عشان خاطر. والسبريد بتاعها دايركت وليمفاتيك وبلاد. هنا البلاد مش ليت، فيري ايرلي. عارفين زمان كانت اول ستايل للكوريو كارسينوما ايه؟ هيمو ست كح دم بعد حمله او سقطه او بزيكلر مود، لان معناها لو كح الدم اللي بعد فين؟ في اللنج. في الكومبليكيشن جنرال لوكال سبريد ليه شويه تعليقات. بالرغم من الكوليو كارسينوما سرطان خطير جدا، لانه السرطان الوحيد اللي في الطب اللي بيتعالج بالكيمو ثيرابي الون حتى لو بعد بتاعه. ليه؟ لان الريت اوف بروليفريشن بتاعه سريع جدا. لو اديت العينه دي كيمو ثيرابي حاجه اسمها ميش تريكسيد بالذات، ساعتها المالجنانت سيل هتاخد كل الكيمو ثيرابي ومش هتسيب 1 مايكرون للنورمال سيل. فمين اللي يموت بقى؟ مالجنانت سيل. هو ايه الكيمو ثيرابي؟ بيموت النورمال والمالجنان، لكن في الكوريو كارسينوما هيموت المالجنان بس. في تعريف ثاني وبيسالوه سؤال اورال، ايه الفرق بين الانفيزيس مول والكوريو كارسينوما؟ ما الاثنين بيتبعتوا متاكد. هل في الكوريو كارسينوما في كوريونيك باللايف؟ مفيش. الكوريو كارسينوما دي عباره عن مالجنان سيلز في حار من الدماء. يعني المالجنان سيلز ما بتعملش كوريونيك باللايف، لان هي مش ديفرنشيلي. مين فيهم لارج اريز اوف هيمرج اند نيكروزز؟ كوريو كارسينوما. مين لها باد بروجنوز لو ما اتعالجتش؟ كوريو كارسينوما. اخر ديزيز في التروفوبلاستيك تيومر حاجه اسمها بلاسنتال سايت امبلانتيشن تروفوبلاستيك ديزيز او تيومر. اكشوالي يا دكاتره ده كاتيجري دي، بس ليه تعليم واحد عشان تعرفوه. ممكن حد في الشاب يدردش معاه يقول لك ايه هي التروفوبلاستيك تيومر؟ اللي انا بقى اجمعها لكم دلوقتي، مش انا قلت لكم بعد كده بعد ما ناخدها هتقولوها اسامي سهله. الفيزيكولار مود اللي هي بارشل كومبليت، والانفيزيف مود، والكوريو كارسينوما، ودي لازلت سايت تروفوبلاستيك تيومر، والكوريو انجيوما. الكوريو انجيوما هي منجيوما في البلاسينتا مش اكثر من كده. اكشلي البلاسينتا سايت امبلانتيشن تيومر ما هو الا فيزيكولار مود تيومر طالع
من انترميديت روبو بلاس. عشان كده على كلمة انترميديت روبو بلاس انترميديت روبو بلاس حط تحتيها خط شاب او اشي الكلمة دي اشي تعرفوا ايه الانترميديت روبو بلاس؟ تعرفوا الروبو بلاس ده ايه؟ فايتو سنتين اخباري بقى الانترميديت ايه؟ ليه ده العلم اتغير عندنا في الباثولوجيا ليه؟ الانترميديت دي البروجينيتور بتوع السايتو سنتين يعني ايه بروجينيتور؟ اللي بتطلع عمل زي البيزل سيل لير كده في الاسكيل. اكشن انا كده خلصت الفيميل جينيتال سيستم. هناخد شابتر لغاية الروعة كوري كارسينوما بي في واكشن تنجر ريتن وجار وكل حاجة. لا كوري كارسينوما مش كانون بوز ننصح اللي ما خسر السينكوما والاستركوما وال فيها دكاترة عندنا لو سمحتوا في شابتر تاني اسمه البريست باثولوجي. الشابتر ده ما كنتش تخلصه في الحصاد بس اللي هجيب بعده يدلعوا لان اكشوال البريست باثولوجي ما فيهوش الا ثلاث مواضيع ايه باقي كله دي بس انا ما ينفعش رغم ان هو دي ومش هيجي وبلوش لازمه لكن في حاجات انا شايفها الكلينيكال لها لازمه فبشرحها. هو في كونجنتال ديزيز اوف ذا بريست اكيد فيه واكيد بوش في تروماتيك ديزيز اوف ذا بريست اكيد فيه واكيد في انفلاماتوري ديزيز اكيد فيه واكيد علينا واسمه ماستايت. بصوا بقى كل الماستايتس فيه ما عدا واحده بيه بس انا ما ينفعش ما اشرحش اول واحده لان انا الاول لازم اشرح لكم الاناتومي اوف ذا بريست والهيستولوجي والفيزيولوجي لان انا عارفكم ان انتوا في الطراوه. الفيديو اللي قدامكم ده هيشرح لكم اللي قدامكم ده الفيميل بريست الميل او الفيميل عنده كام بريست؟ اثنين جاي صعوبه والاثنين عندهم نيبل وارينا. البريست بتاع الست فيها لوبيول يعني اسيناي وضغط في كام بريست لوبيول؟ 20 لـ21 واكشلي نيجي نبص عليها البريست ده عباره عن فايبر وفاتي تيشو في 20 لبيول كلهم بيبقوا موجودين في الابر اوتر كوادرم. كل لبيول بيفتح في حاجه اسمها ميجور لاكتيفرال داكت. اكشلي عندنا كام ميجور لاكتيفرال داكت؟ 20 لـ21 فريشن واحده وكل واحده بيفتح في السيبر اوبننج على النبل. انا مره كنت بسال في الشافو فبقول له في كام ميجور داكت؟ قال لي واحده. كل واحد 20 21 وكل واحد بيفتح لوحده على النبل. قال لي ازاي؟ نبل خرم واحد بس. نبل خرم واحد 20 لـ21 واكشلي زي ما انتم شايفين الاسيناي هي اللي بتعمل اللبن. واكشلي لان الاسيناي او الضغط بيبقى فيه انر كيوبويدال سيل او كولامنر ومره فلات مايول بيتيريا اندر ذا افكت اوف ستوتن بيتكونتراكت فيطلع اللبن. عشان كده العيل لما بيجي يرضع شوف العيل بيرضع ازاي؟ العيل ما بيمصش اللبن ده هو بيستبيريت بس اللي يطلع اوكستوسن فيبدا اللبن ينزل. زي المشكله؟ شرحت الفسيولوجي والاناتومي وزي ما انتم عارفين. بس كده بقى الاكيوت سيفيرتي ماستايت اللي بيسموها بريست ابسس دي كاتيجوري سي يعني مش عليك لكن انا لازم اشرحها. ليه؟ لان هي مصيبه. دايما البنات اللي بيتجوزوا في اول عيل ممكن يبوظوا البريست بتاعهم بسبب الحركه دي. الاكيوت سيفيرتي ماستايت بتصاب الاكيوت انفلاميشن بالانس يعني اكيوت سيفيرتي انفلاميشن اه بريست بعد ديفينيشن فيزيولوجي. الفيزيولوجي في اي اكيوت سيفيرتي كام نقطه؟ كوزه اوف اورجانيك فيور بريست اكيوت سيفيرتي ماستايت يبقى ستاب وستريبس وميمو جرو واشهرهم ستاب وستريبس. مود اوف ترانسميشن البكتيريا دي هتخش ازاي البريست؟ برو دي نيبل شغال بريسبوزنج فاكتور اللي عشانها شرحت الموضوع لان اكشولي بيجي في الستات اللي ما بتعرفش ترضع ودايما يبقى في اول عيل. كام في الميه من الستات ما بيعرفوش يرضعوا؟ لا 95% من الستات ما بيعرفوش يرضعوا لان انتوا المفروض تعلموا الستات البنات اللي معايا دول هم الاول يتعلموا لان في بنات اساسا الدكتورات ما بيعرفوش يرضعوا والاولاد اللي قاعدين. طب الواد يقول لك انا مالي وانا هرضع؟ لان هو شغلته كدكتور ان يعلم الست ازاي ترضع. الست عشان ترضع المفروض تعمل ثلاث
حاجات لو ما عملتهاش هيجد لازم يجدها اكيوت مارتايتس ويقلب بخراج ساعتها البريس بتاعها هيبوظ. نمره واحد، المفروض الست قبل ما ترضع تغسل صدرها واثناء الرضاعه تفض صدرها حتى اخر قطره لبن، وبعد الرضاعه تغسل صدرها تاني. انا فاهم لكم الكلام ده، قبل الرضاعة وبعد الرضاعة تغسل صدرها، يعني لازم الصدر يبقى عندها جود هايجين. ليه؟ طب ليه قبل الرضاعة تغسل صدرها؟ سلمي؟ لا، عشانها. لأن نورمالي قبل الرضاعة يبقى في بكتيريا موجودة على الميجلوراري، شوف ده مدخل البريست جوه بياخد البكتيريا ويزقها في الضغط. طب ليه أثناء الرضاعة لازم تفضي صدرها خالص؟ لازم تعمل كومبليت لاكتيشن. لان اكشلي لو الواد مالوش نفس ومش راضي يرضع لازم تخش الحمام وتقعد تعصر او تجيب حاجه اسمها جبانه تبدا تسحب اللبن. ليه؟ لان اللبن جود ميديا فور بكتيريا بروليفريشن. لو سابت صدرها مليان لبن بكتيريا والاثنين من اللي هيخشوا غصب عنها هيعملوا انفكشن. طب ليه بعد الرضاعه لازم تغسل صدرها تاني؟ عشان الفيشل. لان نورمالي الواد ما بيحط بقه على البريست مش في سلايفا ميوكس يبقى موجود على البريست. هو نورمال السلايفا دي لها ايه؟ هيدروسكوبيك اكشن. تعرف ايه هيدروسكوبيك اكشن؟ يشفط ميه. اي حد منه اما بيجي له برد ويبدا ينزل ميوكس برابير على الشفه بتاعته، بعد شويه بيلاقي ان الابر لب عنده شقات واحمرت، يجي في دماغه ليه الشقات واحمرت؟ ان هو بيدعك فيها. هو اكشن مش عشان كده، لان البرابير دي ميوكس وتشفط الميه فتشوا دي شقة. فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ اكشولي لو الست ما غسلتش صدرها بعد الرضاعة يبقى السلايفا بتاعت الواد بيوكس هتخلي صدرها النير يحصل له ايه؟ دي شقة، فالبكتيريا تخش. انا عشان دي شرحتها وهي كاتيجوري دي. اكشولي بعنينا هو عبارة عن اكيوت انفلاميشن، عشان كده البريست زي ما انتم شايفين هيبريمي صورة انديميتس ممكن يعمل ابس تحت الميكروسكوب طب اكيد انفلاميشن باز باي ديشن والكلام ده. فتخرته ان يقلب كرونيك ويعمل كرونيك بريست اب، وساعتها هيتعالج ازاي؟ هيريموف الحته دي من البريست، فالبريست يبقى باظ كمنظر جمالي انتهى، كفانكشن انتهى. وفكرتها ان محدش علمها ان قبل الرضاعه تغسل صدرها، اثناء الرضاعه ترضع حتى اخر قطره ملوش نفس يشرب تعصره وترميه، وبعد الرضاعه تغسل صدرها تاني. الكلام ده مش تاريخ. اكشولي الانسيدنت اوف اكيوت ماستايتس في اللاكتيشن فظيع جدا، حرام اتعلموها. الكرونيك نون سبيسيفيك ملوش لازمه، ولا الكرونيك سبيسيفيك كل انواع الماستايتس ملهاش لازمه. لكن حطوا نوع تاني ملوش لازمه وحطوه كاتيجوري بي، بس هقول لكم ليه حطوه كاتيجوري بي بعد شويه. موضوع بيسموه بلازما سيلماستايتس او بيسموه 10 صح اكتافيا كده. ده تاني مره بتمر علينا كلمه اكتافيا في المنهج. تاني مره علينا حاجه اسمها برونز اكتافيا والنهارده صارت اكتافيا. نفسي افهمه لكم بيحصل ازاي عشان الكلام ده بالنسبه لكم يبقى كلمه واحده. اولا الضغط اكتافيا هي رير ديزيز. دي رير ديزيز لان عاوزه شرطين عشان يحصل. ست عجوزه ويزيد عندها البرولاكتين كده، عشان كده هو ليه؟ لان هل كومن ان الست العجوزه يزيد عندها البرولاكتين؟ لا. طب وايه المشكله؟ ايه الفرق بين الدريس بتاع الست العجوزه والدريس بتاع الشابه؟ الست العجوزه رضعت وخلصت رضاعه من زمان، فبالتالي بيبقى الاوبننج بتاع اللاكتيفرس ضغط على النبل بيحصل فيها ديسكواميشن للابيثيليوم وبتتكسر. لو ساعتها الست العجوزه دي كان عندها البرولاكتين هيبدا يطلع ايه؟ ملك. بس الملك هيلاقي الدنيا مسدوده فهيتجمع في الضغط ويعمل دايلاتيشن، عشان كده سموها ايه؟ ضغط اكتافي. هل الملك هينفع يخرج؟ تتسحب منه الميه في الاول فيبقى تشيزي حاجه زي الجبنه. هينفع يخرج فيبدا البروتينز بتاعته تطلع من الضغط، والبروتينز دي انتيجينيك ولا مش انتيجينيك؟ تعمل كرونيك انفلاماتري رياكشن
اهم حاجه بلازما سيل، عشان كده سموه ايه؟ بلازما سيل ماستايت، وهيبدا يهيل بفايبروز. اكشوالي يا دكاتره از ات كومن اكستريم. تعالوا بقى نقوله تاني. اكشوالي يا دكاتره البلازما ماستايت اللي بيسموها باكتيريا رير ولا كومن ديزيز انفلاماتوري ديزيز اوف ذا بريست؟ ليه رير؟ لان عاوز الشرطين اللي صعب يجتمعوا مع بعض. الايتيولوجي بتاعه انون، لكن بيقولوا اهم حاجه البرولاكتين مع البكتيريا، لان البكتيريا هي اللي بتجبد اللبن. باثولوجي ماكرو، هو اكشوال الست عندها ضغط واحده في البريست ولا 20 ل 21؟ واحده اللي تبقى مسدوده ولا كلهم؟ كلهم. عشان كده بنلاقي سنجل ولا مالتيبل؟ مالتيبل. فيرم ريديوس بتبقى سلايتلي بين عشان فيه انفلاميشن. اكشولي بره اي ديزيز في البريست بيبقى له دميه بيحطوا فيها، بحيث ان مشكله ديزيز في البريست ان انت تعتمد على ايدك عشان يخلوها يعملوا اكزامينشن. دي عروسه يابا اللي في وسطك مش شايفين حاجه، يروحوا جايين ويعملوا التكتشر بتاع الديزيز عشان يعلموا الطلبه ازاي يحسوا المرض. ناتشري عملناها بس لما كبرنا، لكن في الطلبه للاسف بيبقى صعب البلديشن اوف ذا فيميل بريست. اكشولي لما تاخد سي سكشن هتشوف ايه؟ هتلاقي في ضهرين الضغط مليانه تشيزي ماتيريال. ايه تشيزي ماتيريال ده؟ الفيلك اللي حصله ماتيريال انفكشن فاتجبت، لان الجبنه اساسا بيعملوها بالطريقه دي. اكشولي تحت الميكروسكوب هتشوف ايه اللي انا قلته؟ هتلاقي ان في طاقة الضغط جواها سكريش الحفره دي اكشلي حواليها كرونيك انفلاماتوري سيل، بالذات الماكروفيج اللي كانت المش اللي فيري ريتش بالبروتين انفاس، عشان كده بيبقى شكلها فومي ماكروفيج. يعني ايه فومي؟ السيتوبلازم بتاعها فومي لان المش فيه فاز. اكشلي مش عندكم بيسموها لاكتوفيج. لاكتوفيج اللي هي واكله مين؟ اللبن. وفي بلازما سيل ويحصل فايبروس. اكشلي بلازما سيل ماستايتس ملهاش قيمه، قيمتها حاجه واحده بس اللي ممكن تلخبطنا في المرض الثالث اللي هناخده بعد شويه. هي كومن ولا رير؟ رير. لكن الثاني ده مش ديزيز، ده موجود في اي ست هنشوفه بعد شويه، مش ده. البلازما سيل ماستايتس كاتيجوري بي، لكن في حاجه ما علقوش عندكم عليها في الكاتيجوري خالص وخدناها في النص الاولاني اسمها تروماتيك فاسيك روز، تعرفوها دي؟ اما الست تركب الاوتوبيس عشان يحصل تروماتيك فاسيك روز، ايه اهميتها؟ مستيكن فور كانسر، ياما ستات طبعا خطف الاوتوبيس ما بيفتكروهاش، وبعديها يجوا وهم بيستحموا يحطوا ايديهم على البريس يكتشفوا ان دي كلكوعه ناشفه. بينفل ولا بيلس؟ بيلس. ريجلر ولا ريجلر؟ ساعتها يروحوا يعملوا ماموجرام تطلع حته بيضة. ده الماموجرام في حالات الكارسينوما اوف ذا بريست تبقى حته بيضة وفيها سبيكيول، لكن دي تبقى حته بيضة بس. اكشن لو دكتور عبيط هيشخصوا من سبيكيول، يعني فوكال كارسينيكيشن، هيشخصوا من الدكتور العبيط كارسينوم. ياما في الجاز شايف بريست بتاعهم اوانطة على اساس ان هو تروماتيك فات نيكروس. لكن الكومن اللي انا عشانه خلوا عشان الضغط الكيزيا كاتيجوري بي، ده مرض اكثر مرض في الطب له اسامي. اما تعرفوا ان مرض له تسميات كتير يبقى المرض ده كومن ولا رير؟ كومن. اكشولي يبقى مهم ولا ملوش اهميه؟ مهم. مش عارفين يسموه ايه؟ مره سموه فايبروسيستيك ديزيز، ده اشهر تسميه لان هم بيوصفوه بعينيهم، لان بعينينا بنشوف فايبروزس وسيست فورميشن. مره سموه فايبروسيستيك تشينج لان لقيت كل البنات كل الستات قالوا ده مش جديد. مره سموه فايبرو ادينوزي، مره سموه سيستيك ماستوباثي، مره سموه مامري سيستيك هايبر بلين، ولحد النهارده مش عارفين يسموه ايه. ده ناتشوري الموضوع ده كاتيجوري ايه؟ نظر وجار وسلاي وكيف، واهم موضوع في البريت بعد الكارسينوم. اكشن الديفينيشن بتاعه ما يتقلفش،
لان بيقولوا ان الماماري سيستك هايبرفليزيا از بريست تشينج. وقت بيقولوا لهم الجديد suggestive of physiological variation. ايه physiological variation؟ بيقولوا ان اي ست استجابه البريست بتاعها للاستروجين المختلفه اللي دايما بنشوفه في البنات او الستات في مرحله الشايلد بيرنج بيريود بس بيزيد قوي ويظهر بوست بنبوز. اشمعنى؟ كان الستات على طول بعد البوست بنبوز الاستروجين دمهم بيعلى ولا بينقص؟ بيعلى. لان اخر سايكل عند الفيميل بتبقى ايه؟ انوبيولاس. عشان كده سببه ابنورمال استروجينيك ستيميليشن اللي هي يعني اسباب زياده الاستروجين بين قوسين سي بي 4. احنا قلت لكم ان اسباب زياده الاستروجين صنبة مر علينا كم مره؟ سته. دي المره رقم كام؟ اربعه. كان اول مره صف، ثاني مره ميترا هايبرفليز، ثالث مره اندوميترا كارسينوما، رابع مره ماماري هايبرفليز. اشري بيعنينا. وعشان كده خلوا البلازما سيل ماستايتس كاتيجوري بي، لان اشري بيعنينا. بصوا للصوره، مفروض اما الجيمين تيجي تحس صدرها كده، الجيمين المفروض تحس صدرها. طبعا اي فيميل بعد سن ال 25 سنه المفروض اللي تعمل سيلف بيست اكزامينشن المفروض تحس ده زي الصوره كده، تحسها في البال اوف ذا فينجر، ما تحسهاش بصوابعها. ليه بالبال؟ لان الصوابع الفينجر التبس حساسه هتخليها تحس الضغط. فاكشولي ساعتها هتقول ان في ريديول، لكن بالبال سواء في البلازما سيلما سايت او في الماماري سيستيك هايبر بليزيا هتحس سنجل ولا مالتيبل؟ مالتيبل باي لاترال فيرم نيديو. يعني هل بالفحص بالايد نعرف نفرق؟ لكن لو جيت تبص عليها تحت المايكروسكوب يعني بتبقى عباره عن اريا فيرم فايبروز وفيها تيست. عشان كده سموها مرض ده ايه؟ فايبرو تيست. اكشلي ادي الفايبرس اريا وادي السيست، وادي هنا فايبرس اريا وادي السيست، وادي هنا السيست وادي الفايبرس اريا. انا محتاج افصل ليه حصل كده. اكشلي مايكرو ركزوا بقى، لان ده كومنت للسلايد اللي عندكم. وفي كميه بينزل في الامتحان كده يقول لك ديفاين اند جيف ان اكونت اون مايكروسكوبيك بيكتشر اوف فايبروسيس. سبع درجات دايما الديفينيشن والمايكروس، سبع درجات. او جيف ان اكونت اون فايبروسيس ديزيز اوف ذا بريست. اكشن ينزل ب 10 درجات فيري كومن في الامتحان. في شويه اكشن نفسي اوريكم التشينج اللي ده سيناريو بيتفهم ما بيتحفظش، عاوزكم تركزوا فيه كويس قوي. هو اسمه الصح ماماري سيستيك هايبر بليزيا، اللي يخليك تقلل المايكرو كله. يعني ايه كلمه هايبر بليزيا؟ انكريس ان نمبر اور ان سايز. نمبر البريست عباره عن ايه؟ عباره عن اسيناي وضغط، ده اسمه الليبيوت، صح ولا انا غلطان؟ والاثنين دول ايبيثيريال سيلز وعباره عن ستروما فايبرس تيشو. اول حاجه بنشوفها تحت الميكروسكوب اسمها ايبيثيريال هايبر بليديا. يعني ايه ايبيثيريال هايبر بليديا؟ يعني حاجه من الاثنين او الاثنين مع بعض. يبدا يزيد النمبر اوف بي اسيناي اند ضغط، يعني يزيد النمبر اوف ليبيونز. يسموا الحركه ديت ادينوزس، لان ادينو يعني بلان. اوزس كونديشن كاركترايز باي بريزنس اوف اور اكسس اوف. يا ريت على كده وبس. ذا لايننج اوف دي ضغط بيبدا يزيد كمان، يبقى مالتيبل لاير. اكشلي اي ضغط عباره عن تو سيل لاير، الانر اللي ناحيه اليومن كيوبيكال وبره فلات ماي اوربيتير. اكشلي بيبدا يزيد عدد خلايا اللاين، فبالضغط تعمل لنا بابليماتوزس. بابلي يعني، بس البابلي ما تشافش الا من تحت الميكروسكوب، اللي يسموها بابليماتوز. وعلى مستوى الليبيول بيزيد اللايننج بتاع الليبيول، فتعمل لنا لوبيلر هايبر بليزيا. اول كلمه ابيثيريال هايبر بليزيا، صح
اللي هي كلمتين adenosis and epithelioma. اكشري دي اول كلمة. بص له هيكتب عنها ايه، عاوزكم تركزوا لان هو السيكوينس يتفهم ما يتحفظش. لو حصل بابليماتوزيس ولوبيلار هايبر بليزيا، هل السكريشن هتعرف تنزل ولا هتتحوش؟ فما تتحوش هتعمل لنا ايه؟ سيستودي سيست فورميشن. اكشوالي السيست بتحصل ميلي بسبب الاوبستراكشن، اكشوالي ميلي بتأفكت الضغط، لان اللي بيقول هي اللي بتسكريت والضغط هي اللي بتخرج، فلو اتسدت هيبقى الضغط ميلي. بيحصل بسبب كمان بس بعد شويه هقول. اكشوالي السيست دي زي الضغط بالظبط، بتبقى لايف بتدوس اللير اللي هي كيوبيكال، ممكن تبقى فلاتر، وممكن يلاقي في حاجه اسمها ابوكراين بتابليت، اصبروا عليها اشرحها يعني. لكن بعد شويه ما هو السكريشن دي لبن، واللبن از هايلي انتيجينيك، فما بيبدا يطلع يبدا يحصل الكلمه الثالثه بيري داكتال فايبروز، اللي يزود الاوبستراكشن اكتر فيزود السيست اكتر. بس اكشن الفايبر تيشن يبقى في كرونيك انفلاماتي سيبدا ولا مفهوش؟ في. ونبدا لحد دلوقتي سيكون في بقى جمله اعتراضيه ملهاش اي لازمه. ممكن يلاقي بعض اللاين بتاع السيستا او الضغط الخلايا بتاعته حمراء وكبيره والنيوكليس فيزيكولار، بيسموا الحركه دي ابو كرايم ميتابليزيا. دي ملهاش اي قيمه الكلمه دي. ليه بقى؟ لان اكشولي انتوا عارفين بريست البريولوجيكال عباره عن ايه؟ والله العظيم واحد محترم اهو جاوبها. ده حاجة عظيمة يعني، المفروض أي واحد فيكم يبقى عارفها. لا بيجوا الحصة اديكم ولا واحد جاوبها. قلت لك البريست ايه؟ البريست عبارة عن ايه؟ امبريولوجيكال. بلاندي يا راجل. البريست امبريولوجيكال عبارة عن موديفايد سويت بلاند. سويت بلاند. واكشولي السويت بلاند ما هي الا ابوكراين بلاند. عارفين كلمة ابوكراين؟ لأن أنتوا خدتوا في الهيستولوجي ان الجلاند من حيث المود اوف سكريشن لا اما هولوكراين لا اما اشراين لا اما ابو ناري ابو كراين، يعني طلع السكريشن بتاعها في السيتوبلازم والايبكس بتاعتها هتقع وتقطع السكريشن فسموها ابو كراين. عشان كده لو لقينا الخلايا احمر وبقت دي كابيتيتد يعني اتقطعت راسها وبقت فيها سكريشن، طب ما ديش الطبيعي، ايه الجديد يعني؟ فده نورمال بريست. لكن في بقى كلمه اخيره، ياما خربت بيوت وهتخرب بيوت اساتذه باثولوجي. دي غلطه ما بيغلطهاش الباثولوجي باثولوجيست اللي لابس بامبر، ده بيغلطها الباثولوجيست اللي لابس بنطلون طويل ونازل من رجليه كمان. اساتذه باثولوجي بره اتسجنوا بسببها، وعندنا في مصر دفعوا غرامات بسببها وصلت مليون جنيه، وفي حادثه مشروع هقول لكم عليها. ايه دي بقى؟ هحكي لكم السيناريو عشان ما تنسوهاش. بنت سنها 18 19 بالكثير قوي 25 سنه. وهي بتفحص نفسيها او هي بتستحمى تحط ايديها تلاقي كلكوعه في البريست، بتوجع ولا ما بتوجعش؟ ما بتوجعش قوي. اكشلي تروح عند جراح، يروح عامل لها ماموجرام، يلاقي عندها كلكوعه وفيها نقطه واحده كالسيفيكيشن، فيشك ان هي ايه؟ سرطان. يروح فتحها واخد بايوبسي، يشيلها في البايوبسي ويبعتها عند استاذ باثولوجي، مشكلته ان يبقى مستعجل. فما يبص على الباثولوجي يشوف المنظر ده، ايه اللي انت شايفينه؟ تيست مش مشكله؟ وهنا انا شايف في رقص وانا شايف ايبيثيليال سيلز ان بتوين فايبر تيشن. انتوا شايفين كلهم ايه؟ ايبيثيليال سيلز ان بتوين فايبر تيشن. فيروح راجع على التشخيص ايه؟ سكرس كارسينوم. هيجي الجراح يعمل ايه؟ هيشلها البريست كله، البريست بالاكسلة ايه؟ ساعتها هتروح تتشخص عند واحد تاني ان هي سكليروزنج ادينوس. بيقول لها دي من سرطان اساس. ليه بقى؟ يعني ايه كلمة سكليروزنج؟ فايبروز ادينوس يعني هو نوبر مش في فايبروسيس الجديد. يبقى في بروليفريت ضغط وفي فايبرستيشن حواليها. لو الفايبرس تيشو حواليها زاد قوي هيدوس على الضغط، فتبان الضغط مفروصه وريجولار زمان كانها خلايا ان بتوين فايبرس تيشو. لكن اكشوال الخلايا اللي انتوا كلكم حلفتوا عليها ان دي خلايا بس، دي اكشوال عباره عن ايه؟ ضغط مفعوصه.
ياما دكاتره الباثولوجي خرب بيتهم بسببهم. كان عشانه مش هقول لكم اسم من استاذ عندنا جات له واحده رقاصه اه والله 22 سنه انا هدي بس ده بتاع الجراحه اللي شاله لها فعلا كان هو ده الاسم بتاعه بس واللي لبسها بتاع الباثولوجي استاذ فراح هو كان مستعجل شويه واي بعيث يقع فيها فراح رزاله في التقرير ايه؟ سكرس كارسينوما وراح شايل بريست وبعت الباقي حللوه فين؟ في معمل عند استاذ عندنا تاني في نفس الاسم. قال لهم مين قال لكم دي عشان كانت سرطان؟ ده سكليروزنج كادينوس. راح الجاي الرقاصه رافعه قضيه على الجراح، الجراح قال له انا ماشي انا عندي تقرير بيقول لي دي ايه؟ كارسينوما. كسبت القضيه وامرت المحكمه تعويض لها ده في مصر مش في اوروبا والدول المتقدمه. الكلام ده كان في اواخر الثانيات. امرت بتعويض لها عن فرده الواحده من بريست بكام؟ فرده بمليون جنيه. لان كتبوا في حيثيات الحكم ان ده ادى الى احداث عاهه مستديمه مما اضر بمستقبلها المهني. والله فكروني بهر والله العظيم دفع مليون جنيه. مليون شفت يعني بتاع الباثولوجي يقعد يمأمع عينيه حياته كلها وفي النهايه فرد بريست يتخرب بيته. ياما ناس اتخرب بيتهم بسبب سكليروزنج ادينوس. المايكرو ما بيتقلفش، مايكرو مش بيهج. هل الممر ست خايبر بريد ده سرطان؟ طبعا بتهج بالذات الاكاديمي. ليه يا تعليم؟ لان دي حاجه في الكتاب الجديد ولازم تفهموها. يسالوها لكم الصبح اي سته الاقي عليها ممر ست خايبر بريد اقلق اقلق انها تقلب سرطان. اشري بقى في حالتين اثنين بس لدرجه بره. هو الفايبروسيس ديزيز ده كومن ولا بلاريز؟ ده كل الناس. قال لك لو لقيت ان في ماركت لوبيولار هايبر بليزيا او دكتور هايبر بليزيا لازم الماركت دي يعني اتيبك يعني كانش كده وحش. لوبيولار يعني في اللوبيولار سنس او لقيت دكتور هايبر بليزيا سواء كان تيبيكال او اتيبيكال اقلق. لكن بقيت الحاجات التانية ما تقلقنيش. يعني لو لقيت سيست كتير قلق، فايبروس كتير قلق، فليميشن كتير قلق. لو لقيت كلكم بتعلموها صح في الامتحان وهي ملهاش قيمة. لو لقيت ابوكراين تشينج، ابوكراين ميتابليزي قلق، بالعكس ده ارتاح لان هي بتقلد البريس. ياما ناس بره بيقولوا كده. لو لقيت اتيبيكال نوبيلا او دكتور سواء ماركت يبقى انت ساعتها الماركت سواء فيها تيبيا او اتيبيا ساعتها لازم تشيل البريست. بره لو لقوا الاثنين دول يروحوا شايلين بريست ولا بريستين؟ من الهايبر بليزيا تيجي في واحد ولا في الاثنين؟ بيشيلوا الاثنين. عندنا ما بنطبقش القاعده دي. اه بره بيشيلوا قبل ما تاني. اكشلي في موضوع تاني كاتيجري دي خدناه قبل كده كتير. جاينيكو ماسك. يعني ايه كلمه جاينا؟ ماسكيه يعني راجل عنده صدر الستات يبقى انلارجمنت اوف ميل بريست. هي اشهر سبب لست سنها 25 سنه وجالها جاينيكو ماتش. هي اشهر سبب لست سنها 25 سنه وجالها جاينيكو ماتش. الله يفتح عليك ما تقدرش وقتها بتقول برولاكس. اكشولي جاينيكو ماتش از انلارجمنت اوف ميل راجل. واكشولي اكتر بلد فيها جاينيكو ماسيا في العالم مين؟ مصر. ليه مصر؟ الارضيه بتعمل جاينيكو ماسيا؟ كرونيك ليفر ديزيز. اقصد بيه هنا مين؟ اللي هو السيروز. عشان الكرونيك ليفر سيل فيلي عشان يبقى دايت اكشن. وممكن بتيجي في الرجاله اللي بياخدوا استروجين في راجل. راجل ياخد استروجين. تريتمنت اوف بروستاتيك كارسينوم. او لو راجل عنده استروجين سكريتد تيومر بالتست زي مين؟ جرانيلوزا سيل. او راجل بياخد دواء تركيبته زي تركيبه الاستروجين كتوب الفارما ديجيتاليس. يعني الديجيتاليس الديجيتاليس اكشولي النيوكليس بتاعته مش لازم ستيرويد. النيوكليس بتاعته ستيرويد نيوكليس. او لو راجل عنده البرولاكتين زياده لخبطه في الاف سي اتش والال اتش. او
لو بكري بيديوباتيك او واحد عنده سيكلر فيليا يعني البريس ما بتطلعش اندروجين بتطلع ايستروجين عكس ساعتها يبدا البريس يكبر بالضبط زي الفايبروسيستيك ديزيز في البيبي بس السؤال بنلاقي بطل هايبربليديا بيري بطل فايبروز ينفع يلاقي لوبيلر هايبربليديا ليه؟ الرجاله ما عندهمش ريفيو عشان كده لو قال لك الدكتور راجل صدره كبر تصدق لكن لو قال لك راجل بيرضع يبقى بيصيع عليه اكشلي اخر حاجه نختم بيها تقسيم التيومر جاليكو ماسيا بي تقسيمه لا ما هو التقسيمه والبناين لان البناين كلهم خدناهم في النص الاولاني تيومر اوف بريست هل التيومر اوف بريست من الحاجات هل التيومر اوف بريست من الحاجات اللي احنا نحتاج نحفظ فيها كلاسيفيكيشن هنقسمها ليه؟ بناين ايبيثيريال وبناين ميزنكايمال اند اتسترا البناين ايبيثيريال كلها خدناها في النص الاولاني اللي كان اشهرها ضغط بابلوما فايبرو ادينوما في بس حاجه جديده اسمها فيلويد وعاملينها كاتيجوري سي والميزنكايمال لايبوما فايبروما هيمانجيوما والمالجنال كارسينوما اوف ذا بريست التقسيمه بتاعتنا هنحفظها بعد كده بتقسيمة الكارسينوما والمالجنة المزنكايما نحط بعديها كلمة ساركوما اكشولي اول واحدة دي كاتيجوري ايه؟ خدناها النص الاولاني اسمها ضغط بابلوما الضغط بابلوما دي صورتها عشان تفتكروها مش وريتكم الصورة دي في النص الاولاني؟ اللي دي صورتها شفتوهاش في النص الاولاني؟ الناس اللي بعد كده يحبوا يستنزلوا من الحصه يقعدوا في الاول عندهم امتحانين يا رجاله تحيه وتقدير اللي عندهم الامتحان انت عندك امتحان ومش هتروحين لا مش بالدرجات دي اوعى اوعى درجات اوعى اربع درجات اوعى يا جماعه تسيبوا درجات ده دي الدرجات الوحيده اللي هتجيبوها الراجل ولا ايه؟ خلاص ده مش خمس دقايق اكشولي الضغط بابلوما ده بناين تيومر طالع من الميجور لاكتيفرس ضغط دي خدتها في الترم الاولاني كلها اكشولي دي اشهر سبب للبليدنج بالنبل عارفين يعني بليدنج بالنبل؟ هي دي ست تنزل دم من النبل بتاعتها حتى في النص الاولاني قلت لكم لو ست نزلت دم من النبل اقلق ولا لو نزلت ميه؟ ميه لان اكشولي البليدنج بالنبل ملوش غير سبب واحد اشهر سبب ايه؟ ضغط بابلوما عينيا عشان بنحس ان في ماس الماس دي دايما بيبقى ريترو اريلا اشمعنى ريترو اريلا؟ لانها ما بتطلعش الا من الميجر للتبرز ضغط تاني حاجه عشان تحت الميكروسكوب دينيكت اي بول او بابلوما دينيكت بور وحواليها التو لايرز بتاعت الضغط انر كيوبيكال اوتر لاب مايو ايبيثيليال وعشان كده بتتقطع وتخر دم حتى علمتكم في النص الاول اللي طبعا بدل السرطان بنشيلها بعمليه فتح ولا بالقلبوت؟ عارفين ايه القلبوت ده؟ اللي هو بيستخدموه في الصين ندخل حاجه تفتح ونشيل الضغط بس اكتشفها كان طالب في سنه ثالثه اهو سنه ثالثه خلصت وحد فيكم اكتشف حاجه؟ ولا الهوا في حاجه اسمها فايبرو ادينوما وخدناها في الترم الاولاني بس برضه كاتجري ايه؟ واكشولي هتاكلوها بقى من هنا لان مكتوبه هناك مختصر الفايبرو ادينوما هي الكومن بناين تيومر اوف ذا فيميل بريست كومنس اكتبوا عليها كاتيجوري ايه؟ نظري وجار وسلايد وكيس وكلاس ايه براكتيكال ماشي خلص يا معلم اكشولي الفايبرو ادينوما بيسموها كلينيكالي ماوس اوف ذا بريست تعرفها دي ماوس اوف ذا بريست؟ ايوه فورست ستادي ليه بقى؟ هقول لكم ليه؟ لان اكشولي بيعني لها حجمها ممكن توصل لحد 5 سم لكن ما تزيدش كبسوليتد ولا نم؟ لا بلايك كبسوليت اكشولي بيبقى لونها جريش وايت كاب سكشن هوموجينس بين لو لقيت فيها ست يبقى النوع الثاني منها اللي هو الاندرا كاليريكي تحت الميكروسكوب بتقابليها على بس ليه ماوس اوف بريس هي بناني ولا مالجناني؟ يعني كبسوليتد واكشلي هي فارغ وبقيه البريست فارغ صف مش ملزقه فيه
اما تيجي تمسكها بايدك كانك بتمسك صابونه فبيبقى لها سليبري سنسيشن، عارف يعني كلمه سليبري؟ بتتزحلق، فكانك بتمسك فار والفار عمال يجري منك، فتقعد تتخيله ان هي بتنط منك بتروح نازله في رجليها وطالعه فوق، هي اصلا بتتزحلق من تعب سنينك عشان كده اسمها ماوس اوف بريست. تحت الميكروسكوب هي عباره عن بروليفريشن اوف ذا داكت اند فايبر تيشن. زمان غلطوا غلطه وسخه قسموها نوعين، لو كان جلانس الضغط اكثر من فايبر تيشو الضغط تبقى مفتحه، عشان كده سموها بيري كاناليكولار فايبرو ادينوس. لكن لو كانت الاستروما اتلم اكثر من الضغط هتصعد الضغط فيبان الاستروما كانها جوه لارج ضغط، فسموها انترا كاناليكولار فايبر ادينوس. في حاجه اسمها بيري او انترا ضغط. والصيدات اللي عندكم لو كتبتوا على اي واحد منهم فايبرو ادينوما بين قوسين ميكس تايب فول مارك اكشلي ما تقلبش. اخر حاجه في اللويد، في اللويد مشطوب بس عشان عيب حاجه واحده، في اللويد ده عليه انجليزي ولا الماني؟ ده مش عارف، ده اكشلي ده عباره عن جاي فايبرو ادينوما. شفت الصيدة ساعات بتحس ان هي طالعه من بريس، دي اكشلي بلايت تيوبر، ده فايبرو ادينوما عاديه بس الاستروما بتاعتها الفايبر تيشو بيبقى عنيف فبيخلي شكل الضغط الريجلر قوي، تشبه ورقه الشجره في اللويد دي ورقه الشجره. لكن ممكن تلاقي السرطان بيسموها ديس ساركوما في اللويد مشطوبه، بس في اللويد ده ولا انجليزي ولا الماني. ثانك يو. هذا الدور اللي عندك سؤال ما بيتركش. لو كبرت على خمسه